هي الغدة النخامية. هي الغدة النخامية اسمها بيتيوتري جلاند. خلاص بقى. في حد؟ ايوه في. طب هم واقفين بره ليه؟ عليكم السلام. خد يا عم كتاب الغدة النخامية. هي عبارة عن سمول جلاند. خلاص سمول جلاند وزنها 1 جرام، يعني صغيره قوي، والديامتر بتاعها 1 سم، يعني حاجه صغيره جدا. يبقى الديامتر بتاعها 1 سم. خلاص يا بريد، الديامتر بتاعها 1 سم والويت بتاعها 1 جرام. موجوده في البيز اوف ذا سكالف زي ما انتم عارفين، في بوني ديبريشن في البيز اوف ذا سكالف اسمها سيلا تورس. اسمها ايه؟ سيلا. يبقى ديت البيز اوف ذا سكال اهو كده، حته صغيره اهو كده اسمها بيتيوتري جلاند، موجوده في البيز اوف ذا سكال. الديبريشن او الحفره ده ايه؟ اسمها سيلا تورسيكا، او ساعات يقولوا عليها هايبوفيزيال فوسا. هي هي. خلاص؟ هذه الجلاند يا جماعه متصله بحاجه اسمها ثيرد فينتريكل. متصله بحاجه اسمها ايه؟ ثيرد فينتريكل. يبقى ذا بيتيوتري جلاند از كونكتد تو ذا فلور. كلمه فلور يعني الارضيه بتاعت الثيرد فينتريكل، بحاجه اسمها بيتيوتري ستوك، او حاجه اسمها انفانديبولان. اسمها ايه؟ خدتها في نور اناتومي؟ طيب ماشي. البيتيوتري جلاند عباره عن 3 لوبس. البيتيوتري جلاند عبارة عن 3 لوبس. لارج انتيرو لوب وسمول انترميديت لوب، ومعاها ورا كده كونكتد تو ذا انترميديت لوب، في لوب ثاني على طول كده لازق فيها على طول من غير اي سيباريشن اسمه بوستيرو لوب. يبقى ذا بيتويتر جلاند كونسيستس اوف، عليكم السلام، كده 3 لوبس: انتيرو لوب، انترميديت لوب، بوستيرو لوب. الانترميديت لوب از رودومنتري، يعني مش موجود في الانسان او ضامر في الانسان. ذا انترميديت لوب از رودومنتري ان هيومنز. الانتيرو لوب يسمى انتيرو بيتويتري جلاند. يبقى الانتيرو لوب يسمى انتيريور بيتويتري جلاند. البوستيرو لوب يسمى بوستيريور بيتويتري جلاند. او ساعات يسموا الانتيرو لوب كلمه هايبوفيسيس. هايبوفيسيس معناها بيتويتري، معناها ايه؟ بيتويتري. فيقولوا على الانتيرو لوب ادينو هايبوفيسيس، ادينو هايبوفيسيس. ويقول على البوستيرو لوب نيورو هايبوفيسيس. يبقى البيتيوتري جلاند عباره عن 3 لوبس: انتيرو لوب، انترميديت لوب، بوستيرو لوب. الانتيرو لوب يسمى انتيرو بيتيوتري جلاند. البوستيرو لوب يسمى بوستيرو بيتيوتري جلاند. الانتيرو لوب يسمى ادينو هايبوفيسيس. يسمى ايه؟ ادينو هايبوفيسيس. ادينو هايبوفيسيس. ادينو يعني جلال، هنقول بس شويه كده. ادينو هايبوفيسيس. البوستيرو لوب يسمى نيورو هايبوفيسيس. يبقى تاني، البيتيوتري جلاند عباره عن سمول جلاند، 1 جرام ان ويت، 1 سنتيمتر ان دايمتر. موجودة في البوني ديبريشن في البيز اوف ذا سكال، اسمها هايبوفيزيا الفصة أو سيلا تورسيكا.
It is connected to the floor of the third ventricle by pituitary stalk أو infundibulum. أو إيه؟ infundibulum. خلاص الحتة دي. نقول بقى الحتة الثانية. البيتويتري جلاند عبارة عن ثلاثة لوبس. anterior loop, intermediate loop, posterior loop. الانتيرو لوب يسمى انتيرو بيتويتري جلاند, والبوستيرو لوب يسمى بوستيرو بيتويتري جلاند, والانتيرو لوب يسمى ادينو هايبوفيسيس, والبوستيرو لوب يسمى نيورو هايبوفيسيس. الانترميديت لوب از رودومنتري ان هيومن. رودومنتري ان هيومن يعني غير موجود في الانسان الادلت, يعني في الادلت ما عندهمش الايه الانترميديت لوب. طيب يبقى دي من ناحيه الاناتوميكال. عايزين بقى نتكلم شوية من ناحية الامبريولوجيكالي, يعني من ناحية الامبريولوجي. قال لك من ناحية الامبريولوجي البيتويتري جلاند بتطلع من حتتين, من مكانين. المكان الأول حاجة اسمها راتكس باوتش. حاجة اسمها ايه؟ راتكس باوتش. اهو يبقى ده اسمه راتكس باوتش. بركز معايا. الراسكس باوتش ده عباره عن ايبيثيليوم, فارينجال ايبيثيليوم. اما تيجوا تاخدوا الامبريولوجي هتلاقوا فيه 6 فارينجال باوتشز, اللي هي الفارينجال سيجمنتس اللي بيطلع منها الامبريو. فارينجال سيجمنت خدتوا النيورو سبيشال امبريولوجي, يعني اما تيجوا تاخدوها هتبقوا عارفين ان في الامبريو بيطلع من حاجه اسمها 6 فارينجال باوتشز, اللي هي من اسمها راسكس باوتش. ماشي. الحته دي اسمها anterior, والحته دي اسمها posterior. يعني ده اسمه anterior wall ده, وده اسمه posterior lobe wall, وده اسمه superior, وده اسمه ايه inferior. يبقى الراتكس باوتش ده اسم عالم, اسمه راتكس باوتش. الراتكس باوتش ليه anterior wall وليه posterior lobe. دي الحته الاولانيه اللي بتطلع منها البيتويتري. بيطلع الحته الثانيه من الثيرد فينتريكل. من الثيرد ايه فينتريكل. يبقى البيتويتري جلاند على بعضها كده بتطلع من تو بارت, تو ديفرنت بارتس, مكانين مختلفين خالص. الرافكس باوتش والثيرد فينتريكل او الفلور اوف ذا ثيرد فينتريكل. طيب نيجي على الرافكس باوتش. خلي بالك يحصل ايه؟ اكستنشن, يعني امتداد. اكستنشن للانتيريور وول اوف ذا راسكس باوتش, يبقى عامل كده. اما يحصل له اكستنشن يبقى عامل كده. يبقى بدل ما هو واقف مكانه حصل له اكستنشن. يبقى اول حاجه حصلت ايه؟ اكستنشن اوف ذا انتيريور وول اوف راسكس باوتش. تاني اكستنشن اوف ذا انتيريور وول اوف راسكس باوتش. فانت ابن الحته ده ايه؟ الحته دي بيقولوا عليها بارس ديوبرانس او بارس ديستانس. بارس ايه؟ ديستانس. وبعدين يحصل البارس ديستانس خلي بالك ابورد اكستنشن للازرق. الازرق ده لو البارس ديستانس يحصل له ايه؟ ابورد اكستنشن. يبقى بيحصل ابورد اكستنشن للبارس ديستانس, يقوم يدينا حاجة اسمها بارس تيوبراليس. يبقى ده اما حصل له اكستنشن لفوق بقى كده طالع لفوق كده, يبقى شيل الحتة دي كده ويبقى حصل له اكستنشن ابوردز, يبقى اسمها بارس تيوبراليس. بارس ايه؟ تيوبراليس. اهي يبقى دي كده اهي, يبقى دي اسمها بارس تيوبراليس. خلاص؟ البارس الاستاز مش مهم التفصيل ده قوي يعني مش عليك, والبارس تيوبراليس الاثنين دول يكونوا لي الانتيرو بيتويتري جلاند او الانتيرو لوب. كويس؟ ماشي. وبعدين يا دكتور قال لك هيحصل ايه بقى؟ خلي بالك اكستنشن. اكستنشن بقى احنا عملنا اكستنشن لقدام, هيحصل اكستنشن ده الانتيرو. ما هو ده ده الانتيرو, يبقى اكستنشن اوف ذا بوستيريور وول. اكستنشن اوف ذا مين؟ اما يحصل له اكستنشن يبقى عامل كده. خلي بالك يبقى عامل كده. يبقى ده ايه؟ الاكستنشن. الاكستنشن ده يديني الانترميديت لوب. يديني مين؟ الانترميديت لوب. يبقى لو حصل اكستنشن للانتيريور وول يديني الانتيريور بيتويتري جلاند.
لو حصل اكستنشن للبوستيريور وول يديني الانتر ميديت لوب. يديني مين؟ انتر ميديت لوب. يبقى الاثنين دول كده فرعين من حته واحده اسمها راتكس باوتش. اسمها ايه؟ يبقى لو حصل اكستنشن انتيرولي هيديني البارس الستاتس، ويحصل اكستنشن ابورد للبارس الستاتس يديني البارس تيبرال. الاثنين على بعض يدوني الانتيرو ميديتال جلاند. طب لو حصل اكستنشن للبوستيرور وول اوف راتكس باوتش يديني الانترميديت لوب. يتبقى لي مين؟ ساعات بقى يقولوا على ده بارس انترميديت. بارس انترميديت، انترميديت بارس يعني جزء، يبقى بارس انترميديت يعني اللي هو انترميديت ايه؟ لوب. خلي بالك يبقى لنا مين؟ يبقى لنا البوستير. طيب اما يبقى ده هنا كده وانا عايز اكون البوستير بتيوتري جلاند، خلي بالك الامبريوج ده كله عقلاني يعني تخيل. يبقى انا عايز السيب ديفندركل ده ينزل لتحت ولا يطلع لفوق ولا يمشي انتيرور ولا يمشي بوستيرور؟ ينزل لتحت. ده العقل بيقول كده صح. ففعلا هيحصل داون وورد اكستنشن. ايوه شاطر. لمين؟ للفلور. للفلور الحته دي للفلور اوف ذا سيل ديفندركل. بس هو ده الامبريوج اللي بيعيال تخيل. يبقى داون وورد اكستنشن اوف ذا فلور اوف ذا سيل ديفندركل. يقوم يديني بارس نرفوزا. بارس ايه؟ عارفين سموه نرفوزا ليه؟ عشان السيرد فينتركل ده جزء من النيرفوس سيستم فيقولوا عليه بارس نرفوزا. يبقى البارس نرفوزا هيديني مين؟ البوستيرو بيتويتري جلاند او البوستيرو لوب اوف ذا بيتويتري جلاند. يبقى الحته دي امبريولوجي مش مهمه بس يعني بنقولها كده يعني خلاص؟ ما احنا قلنا مره 6 فارينجيال باوتش موجودين اهوت في الامبريوم بيطلع منهم جسم الانسان كله. اما تاخد السبيشال امبريولوجي هتاخدوه خلاص. ده الانتيرو ورد قدام بيتكون تاني بتنفصل ولا بتبقى مش موجوده. لا خلاص ما هو انت بقى بينفصل بيشيل ما بيبقاش موجود راس اكسراش. يبقى من قدام هيبقى عامل كده ومن ورا هيبقى عامل كده وخلاص ما عادش بقى راس اكسراش. انت هيقعد يعمل ايه؟ خلاص يا جماعه يبقى ده الامبريولوجي مش مهم مش عايزينه. يبقى اللي احنا عايزينه في السولوجي ان البيتوتري جلاند سمول جلاند 1 جرام ان ويت و1 سنتيمتر ان دايمتر موجوده في السيليا تورسيكا في البيز اوف ذا سكال كونكتد تو ذا سيرت فينتركل باي بيتوتري ستوك او انفوندر. بالطول من ثلاثه لوب اتفضل انتيرور لوب انترميديت لوب بوستيرور لوب. الانتيرور لوب اسمه انتيرور بيتوتري جلاند او ادينو هايبوفيز. ده الكلام الفسيولوجي المهم. البوستيرور لوب يسمى بوستيرور بيتوتري جلاند او نيورو. طبعا عرفنا ليه سمعنا نيورو بقى علشان هو متصل بمين؟ بالسيرد فينتركل. امبريولوجيكالي بيطلع من حتتين، بيطلع من السيرد فينتركل وبيطلع من الراتكس باوتش. الراتكس باوتش زي ما قلنا ليها انتيرور وول وبوستيرور وول. لو حصل اكستنشن للانتيرور وول هيديني الانتيرور بيتوتري جلاند. لو حصل اكستنشن للبوستيرور وول هيديني الانترميديت لوب. لو حصل داون وورد اكستنشن اوف ذا فلور اوف ذا سيرد فينتركل هيديني البوستيرو بيتوتري جلاند. كل ده كلام مش مهم. انترو ده نيجي بقى للكلام المهم. الكلام المهم الكلام المهم ده اسمه هايبوثالامس. ده اسمه هايبوثالامس. افتح الشيش الكاميرا. افتح الشيش الكاميرا. ده الهايبوثالامس. اللي عايز يتكلم يطلع يمشي. عشان ما ازعلش حد او ما احبش ازعل من حد. يبقى ده الهايبوثالامس يا جماعه لازم يعمل كنترول للبيتويتري جلاند، والبيتويتري جلاند تعمل كنترول للاذر اندوكراين جلاند. يبقى الهايبوثالامس يعمل كنترول للبيتويتري جلاند، والبيتويتري جلاند تعمل كنترول لاي اندوكراين جلاند تحتيه. عشان كده بيقولوا عليها الماستر جلاند او مايستر.
مصدر يعني السيد او الرئيس او المتحكم او المسيطر. يبقى الهايدوثالاموس يتحكم في البيتويتري جلاند، والبيتويتري جلاند تتحكم في بقيه في الاذر اندوكراين جلاند. يبقى لو ما فيش هايدوثالاموس مش هيشتغل الايه البيتويتري، ولو ما اشتغلتش البيتويتري مش هتشتغل الاذر اندوكراين جلاند. عشان كده قالوا عليها المصدر او السيد. خلاص؟ ما علينا. يبقى ده الهايبوثالاموس، عايزك تتخيل معايا الرسمه دي كويس. ده الهايبوثالاموس. كويس؟ هيتحكم في مين؟ في البيتويتري جلاند. طب البيتويتري جلاند كان حته؟ اتنين. عشان الانترميديت لوب از رودومنتري ان هيومن، يعني مش موجود. الانترميديت لوب از رودومنتري ان هيومن، يعني مش موجود. يبقى اذا انا عندي البيتويتري جلاند حتتين، انتيرو بيتويتري جلاند والبوستيرو بيتويتري جلاند، في انترميديت بس في العيال الصغيرين بس. طيب هرسم انا بقى كده، خلي بالك ده الانتيرو بيتويتري جلاند. يبقى ده مين؟ الانتيرو بيتويتري جلاند، وده البوستيرو بيتويتري جلاند. يبقى ده البوستيريور بتويتري جلاند، وده اهو اسمه الانتيرو بتويتري جلاند. يبقى ده الانتيريور بتويتري جلاند. مركزين معايا كده ولا ايه؟ بص بقى يا سيدي، قال لك الانتيرو بتويتري جلاند بتتكون من نوعين من الخلايا، نوع بيحب الصبغة ونوع ما بيحبش الصبغة. صبغة يعني لون، يعني اسمها كروم، تمام؟ واللي بيحب الصبغة يبقى اسمه فيل، واللي بيكره الصبغة يبقى اسمه فوب، صح؟ يبقى عنده نوعين من الخلايا، ها؟ كرومو، ها؟ فوب ست ان كروموفيل سيل. يبقى عندي كم نوع؟ ها؟ نوعين، ها؟ كروموفوب سيل وكروموفيل سيل. كروموفوب ما بتحبش الصبغة، ما بيحصلهاش ستيننج ولا بالهيماتوكسين ولا باليوسين. حلو الكلام؟ يبقى عندي نوع من الخلايا اهو اسمها كرومو، ما تقولوا بقى معايا عشان تحفظوا، كروموفوب سيلز. تصنع في ستين ايفر اسيديك اور باي بيزك ستين. حلو الكلام؟ طيب دول هخليهم على جنب. والخلايا ده اهي بتبقى اما تيور، اللي هي الكروموفوب سيل، اما تيور يعني غير ناضجة. يبقى الخلايا ده يبقى بين قوسين بس كده اهو، اسمها ايه؟ اماتيور. نيجي بقى للخلايا المهمة. عندي خمس أنواع من الخلايا. دول بيحصل لهم ستيننج بالهيماتوكسين وبالأوسين. يعني يا إما بدي يا إما بدي يعني. طيب لو حصل لهم ستيننج وكانوا اسيدك يبقى اقول عليهم اسيدوفيل، ولو حصل لهم ستيننج وكانوا بيزك يعني بالبيزك ستين يبقى اسميها بيزوفيل. يبقى كده انا عندي نوعين من الخلايا، ها؟ يا اما قول اسيدو، ما تقول يا اولاد اسيدوفيل، يا اما بيزوفيل، يا اما ايه؟ بيزوفيل. طب انا عندي كم نوع من الخلايا يا اولاد؟ خمسة. بقول كام؟ خمسة. طيب دايما ايامك الوحشة في حياتك اكتر من ايامك الحلوة، يبقى الايام الزرقاء اكتر من الايام الحمراء، فاهمين ولا لا؟ يبقى اما يبقى عندي ثلاثة يبقى عندي خمسة، يبقى هيبقى منهم ثلاثة، ها؟ بيزوفيل واثنين اسيدوفيل. ثلاثة بيزوفيل، ثلاثة بيزوفيل، واحد اثنين ثلاثة.
واثنين اسيدو فيل عشان تبقى الليالي الزرقاء اكتر من الليالي الايه؟ الحمراء. وهنا واحد اثنين. حلو الكلام؟ الكلام ده MCQ. الكلمتين اللي هما الحمر اللي هما الخليتين اللي هما الحمر اللي هما اللي اسمهم اسيدو فيل اسيدو فيل. انت فاتح الكتاب؟ طب ايه في الكتاب؟ اللي هما اسيدو فيل ما فيش في الكلام الكتاب ده حاجه اصلا والله. طيب اللي هما الاسيدو فيل الاسيدو فيل ده شرط نص ده ما ينفعش في الامتحان ما تذاكرش منه ما تذاكرش منه. الاسيدو فيل اللي هما الحم مجموعين في كلمة ماما سوما. أمي اسمها سوما فأقول عليها ماما سوما مش أمي يعني. يبقى ماما سوما ماما سوما. يبقى خليتين الحم اللي هما اسمهم ماما سوما. حلو الكلام؟ يبقى أنا عندي خلية الأولانية اسمها ماما ماما أهي والتانية اسمها إيه؟ سوما. خلاص؟ الخلية ده ايه؟ اسمها مامو تروب سيل. مامو تروب سيل. اسمها ايه؟ مامو تروب سيل. يبقى ده اسمها مامو تروب سيل. او ساعات يقولوا عليها لاكتو تروب سيل. واكيد عرفتوا ان هي لاكتو يبقى فيها او بتطلع برولاكتين. لاكتو يعني بتطلع برولاكتين. طلع ايه؟ برولاكتين. طيب وديت اسمها سوماتو تروب سيل. يبقى اسمها ايه؟ سوماتو تروب سيل. وانا عارف ان انتوا عارفين كلمه سوما يعني ايه؟ يعني جسم. ومين الهرمون اللي بيشتغل ويعمل جسم؟ الجروس هرمون. يبقى السوماتو تروب بيطلع الجروس هرمون. بيطلع ايه؟ الجروس هرمون. يبقى ده بيطلع الجروس هرمون وده بيطلع البرولاكتين. حلو الكلام؟ نيجي بقى على التلاتة الزوج اسمهم ايه؟ بيزوفيل. اسمهم ايه؟ بيزوفيل. تلاتة. الأولانية اسمها خلي بالك ثايرو تروب سيل. الأول يا ولد كلمة تروب تروب معناها هتحفز هرمون آخر إن هو يطلع. يبقى كلمة تروب استيمولات سكريشن اوف اذر هرمون. وهفهمك بس واحده واحده انا واخد لك الموضوع واحده واحده. بس كلمه تروب لما تسمعها يبقى معناها ان هي هتطلع هرمون تاني. فاهمني؟ يعني لما اقول ناجح تروب يبقى ناجح طالما فيها كلمه تروب يبقى ناجح ده هيطلع هرمون تاني. احمد مثلا يبقى كلمه تروب هتعمل استيمولاشن اوف سكريشن اوف اذر هرمون. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى دي بيقولوا عليها ايه؟ ثايروتروبسين. ثايروتروبسين هتطلع هرمون اسمه تي اس اتش يعني ثايرويد او ثايروتروبين استيمولاتنج هرمون. ثايروتروبين استيمولاتنج هرمون. ثايروتروبين استيمولاتنج هرمون. طيب الخليه الثانيه اسمها ايه؟ خلي بالك كورتيكو كورتيكو تروب سيل. اسمها ايه؟ كورتيكو تروب سيل. دي بتطلع حاجه اسمها ادرينو ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون. حد يعرف يترجمها؟ لا يترجمها ادرينو كورتيكو يعني ايه؟ ايوه لا راح للادرينال كورتكس ومش راح للادرينال المضله. يبقى ادرينو كورتيكو لان في ادرينال مضله اللي هي بتطلع مين؟ الكاتيكولامينز اللي هما مين؟ الادرينالين والنورادرينالين والدوبامين. دول الادرينال المضله يعني كنترولد باي بتويتر جلاند. يعني اما نيجي ناخدها ان شاء الله ادي الادرينال جلاند اهي لها كورتكس ولها ايه؟ مضله. الكورتكس اللي بتحصل لها كنترولد بمين؟ بالبتويتر. انما الادرينال المضله مالهاش كنترول بالبتويتر. ادي معنى كلمة ادرينو كورتيكو. كورتيكو يعني الكورتكس بس. المضلة لا ام اس كيو برضه دي. الادرينو كورتيكو يقول لك الكورتيكال هرمونز از كنترولد باي انتيرو بيتيوتري جلاند.
انما الادرينال مضله نوت كنترولد باي بيتويتري جلاند. يعني الهرمون اللي بيطلع لهو ياثر على الادرينال كورتكس بس ماليش دعوه بمين بالمضله. معايا؟ طيب نيجي بقى للاخير اسمه جونادو تروبسل. الاخيره الخليه الاخيره اسمها جونادو تروب سيلز. اسمها يا اولاد جونادو تروب سيلز. طالما جوناد هي بتشتغل على مين؟ على الجينيتاليا. الجينيتاليا يعني ايه بقى؟ الجونادز بتاع الرابي والجونادز بتاع الست. التستس والاوفر. التستس والايه؟ دي يبقى بتطلع حاجتين، حاجه اسمها اف اس اتش وحاجه اسمها ال اتش. يبقى بتطلع ايه؟ اف اس اتش وال اتش. خلاص هناخدها بقى بالتفصيل، كل ده هناخده بالتفصيل، احنا لسه المقدمه النهارده ان شاء الله. وجد ان التوست فاوند ديتكت الكورتيكوتروب بتطلع اذر هرمون يسمى بيتا لايبوتروبين. بيتا لايبوتروبين يعني هكتب بالقلم كده وبالراحه كده ان الكورتيكوتروب بتطلع حاجتين اتنين، بتطلع الادرينال والكورتيكوتروب هرمون ده النورمال اللي احنا حافظينه. ما تنساش بقى تكتب جنبيها حاجه اسمها ايه؟ بيتا لايبوتروبين. اسمها ايه؟ بيتا لايبوتروبين. بيتا لايبوتروبين اسمها يا شباب؟ بيتا لايبوتروبين. تاني بقى بيتا لايبوتروبين. بدل ما اعمل لك اتصال. لا بيصور. تصور؟ طب خلاص انا بسألك تسكت. بيتا لايبوتروبين. يبقى تاني بقى عايزين نقول ايه هي الهيستولوجي بتاع البيتيوتري جلاند؟ بتكون من نوعين من الخلايا. يلا مع بعض اهي، يا اما كرومو لا الاول من الاول خالص كروموفور سيل وكرومو انا ما كنتش كرومو وكروموفيل سيل وايه وكرومو فيل سيل. يبقى بتكون من نوعين من الخلايا كروموفور سيل وكرومو سيبوها للاخر لسه ما خلصناش. كروموفيل سيل وكروموفوب سيل. كروموفوب سيل از الكروموفوب سيل از اماتيور سيل. كروموفوب سيلز ار اماتيور سيل. تمام. انما الكروموفيلز نوعين ها. يلا بقى ميزوفيل سيل واسيلوفيل سيل. كم خليه؟ خمسه. الحمر ولا الزر الاكثر؟ زر. يبقى ايه؟ هنخلي الزر ايه؟ ثلاثه. والحمر يبقوا كام؟ مفهومين في كلمه؟ ماماسوما. مامو تروب او لابتو تروب. والثانيه سوماتو تروب. سوماتو بتطلع مين؟ روس هرمون. ومامو تروب او لابتو تروب سترولاكتين. نيجي منين؟ للبيزوفيل. لقيهم كام؟ ثلاثه. سايروس تروب سيل طلع تي اس اتش. كورتيكو تروب سيل طلع اس تي اتش ده اساسي. وجزء صغير اسمه ايه؟ بيتا لايبوتروبين. اخر حاجه جونادو تروب سيل تطلع اف اس اتش اند ال اتش. ساعات يجي لك سؤال في الامتحان انيوميريت انيوميريت هرمونز اوف ذا انتير بيتوتري جلاند. والله كان في ناس واخده الماستر وما كانت عارفه الهرمونات اللي بتطلع من البيتوتري جلاند. ما عليك. ده بقى الهايبوثالمس. ده مين؟ الهايبوثالمس. في اريا خلي بالك، هو كلمة بتويتر يعني ايه يا بتويتر يعني بالايه باللاتيني؟ هايبوفيسس. بتويتر باللاتيني يعني ايه؟ هايبوفيسس. خلي بالك، ففي حتة في الهايبوثالمس. في حتة فين؟ الهايبوثالمس. وظيفتها ان هي تطلع هرمونات تعمل كنترول للبيتوتري جلاند زي ما انا قلت. مش الهايبوثالمس بيعمل كنترول للبيتوتري جلاند؟ هترد يا واد هترد يا ابني. يبقى الهايبوثالمس بيعمل كنترول للبيتوتري. ففي اريا اهو خاصه بالكنترول بتاع البيتوتري. الاريا دي اسمها ايه بقى؟ خلي بالك هعتبر ان الاريا دي كلها على بعضها كده اسمها هايبوفيزوتروبيك اريا. اسمها ايه بقى؟ هايبوفيزو اللي هي من كلمه هايبوفيزس. هايبوفيزو تروبيك اريا.
في ايريا في نايف صالون اسمها يا شباب هايبوفيزوتروبيك ايريا. اي مثلا يبقى الحته اللي منقطه دي اسمها ايه؟ هايبوفيزوتروبيك ايريا. يبقى الحته دي اسمها ايه؟ هايبوفيزوتروبيك ايريا. بتطلع حاجه اسمها هايبوفيزوتروبيك هرمون. يبقى الهايبوفيزوتروبيك ايريا بتطلع هايبوفيزوتروبيك هرمون. يعني ايه تروبيك؟ يعني بيطلع هتطلع حاجه ثانيه. ما هي الحاجه اللي في الهايبوثالاموس اما تيجي على البيتيوتري هتطلع اللي في البيتيوتري، واللي في البيتيوتري هتطلع الحته اللي هقول لك عليها بعد شويه بس حته حته. يبقى الهايبوفيزوتروبيك اريا اللي في الهايبوثالاموس هتطلع حاجه اسمها ايه؟ هايبوفيزوتروبيك هرمونز. هايبوفيزوتروبيك هرمونز ايه هما؟ بص يا ريس، بص يا اسطى، قال لك دي اسمها ايه؟ دي سي اتش. خلاص؟ يبقى احنا عايزين هرمون يعمل ايه؟ ما تقول بقى يحفز دي سي اتش، يبقى هقول عليها تي اتش. خلاص؟ يبقى في كلمه في النص. خلاص؟ هو انا عايز اللي هنا ده مش يعمل ريليز اللي هنا ده؟ يبقى اسمها سيروتروبين ريليزنج هرمون. ريز يبقى سيروتروبين ريز هرمون. خلي بالك يروح على دي، يروح على دي اللي هي مين؟ قول بقى هتقول ايه؟ سيروتوكسين. تخليها تطلع مين؟ تي اس اتش. يبقى ده اهو ها عمل استيموليشن لده، فاهميني؟ اما ده بقى يطلع، خلي بالك ده ما يطلع يبقى رايح على مين؟ على السيرويد. يروح على مين؟ على السيرويد. يخليها تطلع التي 3 والتي 4 وحاجه اسمها ار تي 3. هناخدهم بعدين، مش مهم الكلام اللي تحت ده، بس انا عايز اقول لك بقى دلوقتي ده عمل سيموليشن للسيروتروب، طلع التي اس اتش. التي اس اتش مش وصله تروب، يروح على مين؟ على السيرويد. خلاص بقى نروح على السيرويد يخليها تطلع التي 3 والتي 4. يبقى ده تروب اسمه ثايروتروبين، ثايروتروبين ريليس هرمون. ودي برضه سيروتروب، يبقى برضه هيطلع حاجه ثانيه اللي هو السيرويد بقى شغل التي 3 والتي 4. حلو الكلام؟ نشوفكم فاهمين ولا لسه. خلي بالك ايه ده اسمه ايه؟ ادرين كورتيكوتروبيك هرمون. اسمه ايه؟ ادرين كورتيكوتروبيك هرمون. هيطلع منه حاجه اسمها كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، بس اسمها كورتيكو ايه؟ تروب تروبين تروب تروب. يبقى هروح على مين بقى؟ قول بقى احفظ احفظ ما تقولوا بقى، مش انا اقول كل حاجه. هروح على الكورتيكوتروب تطلع ايه بقى؟ الاس تي اتش. والاس تي اتش ده يروح على مين؟ على ادرينال كورتكس. يروح على مين؟ على ادرينال كورتكس بس، ماليش دعوه بمين؟ ماليش دعوه بمين؟ الادرينال مضاد. واضحه الامور كده؟ طيب اشوفكم فاهمين اللي بعدها ولا لا؟ صاحبنا ده اسمها ايه؟ جونادوتروب. ما تقولي انت بقى احفظ بقى ها، يبقى اسمها ايه؟ جونادوتروبين ريليزنج هرمون. شاطر. يبقى اسمها ايه؟ جونادوتروبين ريليزنج هرمون. يبقى اسمها جونادو، بيرمز لها بالرمز ده جي ان، جونادوتروبين ريليزنج هرمون. يروح على مين بقى؟ على الجونادوتروبسين. يوم يطلع مين؟ الاف اس اتش. والاف اس اتش يروح يشتغل على مين؟ على الاوفري اهو، ويشتغل على التست، ويشتغل على مين؟ على التست ادر سكروتم والتست. واضحه الامور كده اهو؟ طيب نمسك بقى الاسيدوفين. خلاص؟ يا اسيدوفين ازيكم؟ الحمد لله. عايزين نطلع البرولاكتين. عايزين نطلع مين؟ يبقى لازم نطلع له ايه؟ برولاكتين. ايوه ريليزنج هرمون. يبقى هيطلع من هو ايه بقى؟ برولاكتين، برولاكتين ريليزنج هرمون. برولاكتين ريليزنج ايه؟ هرمون. يقوم يروح على مين؟ على الماموتروب. يقوم يطلع مين؟ والبرولاكتين يشتغل بقى على البريست. خلاص على الماما رجلان. هناخد تفصيل الحاجات دي كلها. طيب اخر واحد اسمك ايه؟ جروس هرمون. طيب يبقى عايزين ايه؟ ايوه قولوا بقى، جروس هرمون ريليزنج هرمون.
يقوم يروح على مين؟ على السوماتوتروب. السوماتوتروب تشغل على مين؟ تطلع مين؟ والجروس هرمون يشغل فين؟ الاوفر ذا بودي. عشان كده كنا بنسميه ايه؟ جنرالايزد هرمون او جنرال هرمون، لانه هاز نو تارجت سيل. هاز نو تارجت سيل. احنا قلنا هناك في اول محاضره في الاندوكراين، يا اما يكون لوكالايز يعني شغل على خليه معينه، يا اما يكون جنرالايز يعني هاز نو تارجت سيل. ها هاز نو تارجت سيل. هاز نو تارجت سيل. حلو الكلام. وبعدين يشتغل على اذر بارت اوف ذا بودي. خلي بالك بقى، خد حتتين من الرسمه الماثله امامكم. يتضح ان كل الهايبوفيزوتروبيك هرمون اسمه ريليزنج، صح؟ مفيش حاجه اسمها ايه؟ انهبيت، صح؟ بس فيه اتنين انهبيت، والاتنين الانهبيت دول للاتنين اللي لاسقين في بعض يبقى هما مين؟ ماما سو. يبقى مين؟ ماما سو. يعني عندي جروس هرمون ريليزنج هرمون، وعندي جروس هرمون انهبيتنج هرمون. الانهبيتنج ده ما بين قوسين يقولوا عليه سوماتو استاتين. سومات استاتين. سومات يعني بودي، استات يعني يوقف، يعني استاتيك مش دايناميك، ايم يعني بروتين، يبقى سوماتوستاتين. يبقى اسمه ايه؟ سوماتوستاتين. كلمه اي ان اللي بتبقى في الاخر الكلمه دي معناها بروتين. معناها ايه؟ بروتين. يبقى ده اسمه سوماتوستاتين. طب اما يشتغل الجروس هرمون انهبيتنج هرمون هيعمل ايه بقى؟ هيعمل انهبيشن. اما يعمل انهبيشن يقوم يوقف الجروس هرمون او يقلل الجروس هرمون. حلو الكلام؟ الثاني اللي ليه انهبيتور اخته اللي هي مين؟ سو ماما. يبقى ماما هتبقى ايه؟ برولاكتين. ايوه برولاكتين انهبيتنج هرمون. يبقى اسمها ايه؟ برولاكتين انهبيتنج هرمون. البرولاكتين انهبيتنج هرمون يقولوا عليه هو هو الدوبامين. هو هو مين؟ يبقى الدوبامين هو البرولاكتين انهبيتنج هرمون. الدوبامين هو هو البرولاكتين انهبيتنج هرمون. يبقى كده الهايبوثالاموس فيه هايبوفيزوتروبيك. ما تقول لي واجب هايبوفيزوتروبيك اريا، بتطلع حاجه اسمها هايبوفيزوتروبيك هرمون. اريا اسمها ايه؟ هايبوفيزوتروبيك اريا. بتطلع ايه؟ هايبوفيزوتروبيك هرمون. بيطلع من هايبوثالاموس يعملوا ستيميليشن لمين؟ للانتيريور بتويتر جلاند، وبعدين يطلعوا الريليزنج هرمون من البيتويتري جلاند، وبعدين ينزلوا يشتغلوا على الاذر اندوكراينال جلاند. الحمد لله. خلاص؟ يشتغل على الاذر ايه؟ اندوكراينال جلاند. طيب. يبقى فاضل بقى نشتغل على مين؟ انتوا شايفين ان انا فاصل الانفيرو عن مين؟ عن البوستيريو. خلاص؟ طيب. في الهايبوثالاموس برضو في اريا. الهايبوثالاموس برضه في هايبوفيزوتروبيك اريا، بس مش بتطلع هايبوفيزوتروبيك هرمون. امال قال لي في نيوكلياس اهو اهي، وفي نيوكلياس ثانيه جنبي. يبقى في تو نيوكلياي. يا عم اتكتم بقى، اما خلص بعمله صمت يا دكتور. بص، وفي نيوكلياس ثانيه جنبيها اهي. يبقى في تو نيوكليار موجودين في الهايبوثالاموس. النيوكلس الاولى اسمها سوبرا اوبتيك نيوكليس. اسمها ايه؟ سوبرا اوبتيك نيوكليس. يبقى لو قلنا اسمها يا شباب سوبرا اوبتيك نيوكليس. والثانية يا علي اسمها بارا فينتريكولار نيوكليس. بارا فينتريكولار نيوكليس. يبقى تاني اسمها يا شباب بارا فينتريكولار نيوكليس. يبقى في الهايبو سالاموس في تو نيوكليوي اللي هو اسمها ايه؟ سوبرا اوبتيك نيوكليس. والثانيه اسمها بارا فينتريكولار نيوكليس. ركز، دول
بيعملوا سينثيسيس. يعني ايه؟ تصنيع. عشان هنا في خازوق، الكلام اللي بقوله ده مهم. بيعمل ايه؟ سينثيسيس. يعني ايه؟ تصنيع. ايوه ركز بقى تاني، بيعملوا ايه؟ سينثيسيس. انا قلت اهو وتربطوا بقى بالام سي كيو. التونيوكلايد دول بيعملوا ايه؟ سينثيسيس او سكريشن. هي هي ما هي كلمه سكريشن هي كلمه سينثيسيس اند سكريت. تمام؟ لتو هرمونز، يعني دي بتطلع هرمون ودي بتطلع هرمون. الهرمون دي يا جماعه دي اسمها سيل بادي. اسمها سيل ايه؟ بادي. ما هي النيوكلس عباره عن سيل بادي. وبعدين يبقى لها حاجه اسمها اكزون، صح ولا لا؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اكزون. والاكزون ده بيبقى ليه نيرف اندنج. يبقى ليه ايه؟ نيرف اندنج. والنيرف اندنج يبقى فيه فيزيكلز، يبقى زي اي نيرف خالص. وده هي كمان زيها سيل بادي اهي. وبعدين ادي الاكزون، والاكزون ده هينزل كده ويبقى ليه سيل بودي ويبقى فيه فيزيكلز. مركزين معايا؟ صلوا على النبي. سوبرا اوبتيك يعني ايه؟ اوبتيك. اوبتيك دي مش اوبتيك يعني بصر او عين. طب لما الواحد يجي يدمع، يدمع ميه ولا عسل؟ ميه. ميه يعني النيوكلس اللي هي اسمها سوبرا اوبتيك هتطلع هرمون يتحكم في الميه. مش الدموع يعني ميه؟ انا بفكرك عشان ما تلخبطش. يبقى سوبرا اوبتيك، اوبتيك يعني عين، والعين بتدمع ايه؟ ميه. يبقى الهرمون اللي هيطلع منها يشتغل على الميه. اسمه ايه بقى؟ المعرض اللي هو مين؟ الانتي دايوريتيك. يبقى ده هيطلع منين؟ هيطلع منه الانتي دايوريتيك هرمون. يبقى من اين يخرج الانتي دايوريتيك هرمون؟ من السوبرا اوبتيك نيوكليس ان ذا هايبوثالاموس. خلي بالك اما نيجي ناخده بقى المره الجايه او اللي بعدها، الهرمون ده يتنه ماشي يمشي خلال مين؟ الاكزون. ده اسمه اكزون، يقولوا عليه اكزوبلازميك فلو. اكزوبلازميك فلو يعني سريان خلال السيتوبلازم بتاع الاكزون. يعني الهرمون ده لما يتصنع هنا يمشي خلال السيتوبلازم اللي هو ده اهو بتاع مين؟ الاكزون. يبقى اسمه ايه؟ اكزوبلازميك فلو. لغايه ما يروح هنا اهو يحصل له هنا ستورج. يحصل له ايه؟ ستورج. يبقى بيحصل له ستورج في الفيزيكلز هنا. والثاني نفس الكلام، بارا فينتريكولار. بارا فينتريكولار اللي هو الاوكسيتوسن. اللي هو مين؟ الاوكسيتوسن. 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 الاوكسيتوسن يطلع برضه من البارا، احنا هناخدهم بالتفصيل المره اللي بعد الجايه. بيطلع من البارا فينتريكولار نيوكليس. ويمشي برضه خلال الايه؟ الاكزوبلازم. يبقى اسمه ايه؟ اكزوبلازم. تقول لي اه اكزوبلازميك فلو. لغايه ما يوصل لمين؟ لفيزيكلز. يحصل له هنا ايه؟ يبقى هنا بيحصل له ستورج، وهنا بيحصل له سكريشن او سينس او ايه؟ سينس. حلو؟ حلو. بص بقى، افرض انا عايز الهرمون ده يروح يشتغل على الكدني، صح؟ مش الاندروجين بيروح يشتغل على الكدني؟ يبقى هنطلعه منين؟ نطلعه من هنا ولا نطلعه من هنا؟ يبقى من هنا. يبقى كده صح؟ يبقى طب السيل بودي دي، سوري، النيرف تيرمينال دي والنيرف تيرمينال دي موجودين فين اصلا؟ البوستيرو جلاند. اللي عايز اقوله بقى البوستيرو بيتيوتري جلاند اسمع ريليز ولا سينثيسيس اور سكريت؟ ريليز. ايوه. يبقى البوستيرو بيتيوتري جلاند اما عزل الهرمون يحصل له من هنا ايه؟ ريليز بس، مش هيحصل له سكريشن او سينثيسيس. ام اس كيو. يبقى بقول سوبرا اوبتيك نيوكليس اند بارا فينتريكولار نيوكليس بتصنع الانتي دايوريتيك هرمون والاوكسيتوسين، بتصنعها فوق سينس اند سكريشن، ويمشي بالاكزوبلازميك فلو لغايه ما يحصل له ستورج هنا في فيزيكلز. اما عوزه بقى يحصل له من هنا ايه؟ هيز نوت سكريت. سكريت يعني افراز، يعني هو بيفرز من هنا. ايه الفرق بين ده؟ ريليز يعني جاهز بخرجه بس. انا سكرت يعني اصنعه واطلعه. يعني مثلا زي البالون فيها شويه ميه اضغط عليها تطلع. انما الميه دي انا مصنعها ازاي؟ يبقى دي اسمها سنس اند سكريشن.
يبقى البارا فيتريكولار نيوكليس والسوبر اوبتيك نيوكليس تصنع الهرمون هنا سينسز وسكريشن تصنعه وتسيبه جوه ولا ولا تفريزه يبقى سينسز اور سكريشن الاثنين بمعنى واحد اما يحصل له هنا ستور اما عوزه يحصل له ايه ريليز مش سكريشن ولا سينسز يبقى ذا هرمون از ريليز نوت سكريتد يبقى بيحصل له سكريشن من فوق من السوبرا اوبتيك والبارا فنتريكولار ايه نيوكليس خلاص يبقى ده خلي بالك بقى بص الكونكشن اللي هنا اللي ما بين الهايبوثالامس اسمعني يا ولد والبوستيريور بيتويتر جلاند بيقولوا عليها ايه اسمع كده هايبوثالامو هايبوثالامس يعني هايبوفيزيال يعني بيتويتر جلاند تشمل انتيرو وبوستيريور دي ايه بقى عصب ولا مش عصب عصب يبقى اسمها تراك يبقى اسمها ايه تراك. يبقى الكونكشن ما بين الهايبوثالامس والبوستيريور بيتويتر جلاند اسمها ايه هايبوثالامو هايبوفيزيال تراك اسمع يا شباب هايبوثالامو هايبوفيزيال تراك يعني نيرفس كونكشن نيرفس ايه وبالتالي سمينا دي نيورو هايبوفيزيس نيرفس كونكشن يعني اسمها نيورو هايبوفيزيس نيجي بقى لده امال ازاي الهرمونات دي بتوصل لهذه الدراك عن طريق vascular connection عن طريق ايه vascular connection يعني ايه فيه كابيلرز بتطلع من هنا الكابيلرز دي تنها ماشية لما توصل للبيتويتر جلاند اهي يبقى دي كابيلري وهنا كابيلري يبقى الكابيلري اللي واصله ما بين الهايبوثالامس واللي واصله ما بين البيتويتر جلاند يقولوا عليها ايه هايبوثالام هايبوفيزيال vascular connection هايبوثالام هايبوفيزيال vascular connection دي نيرفس ودي فاسكولار وساعات بقى يفسروا دي شويه بالهيستولوج كده اما تيجوا تاخدوها في النيورو اناتومي هيقول لك انا عندي حاجه اسمها سوبيرور هايبوفيزيال ارتري هتاخدوه كده بالكاروتيد يوم السوبيرو هايبوفيزيال ارتري يديني برايمري كابيلاري بليكسس كابيلاري اسمع والبرايمري كابيلاري بليكسس تديني ولا اسمع السكندري كابيلاري بليكسس وبعدين ده تفصيلها مش مهم عليك انا ارسمها لك كده وخلاص والسكندري كابيلاري بليكسس تديني هايبوفيزيال فين يبقى دي اسمها سوبيرو هايبوفيزيال ارتري ودي اسمها سوبيرو هايبوفيزيال فين خلي بالك انا قلت دي اسمها برايمري كابيلاري بليكسس ودي اسمها سكند كابيلاري بليكسس ما تفكرتش في حاجه ليه كابيلاريز من غير ما يعدوا على القلب اي اتنين كابيلاري ورا بعض من غير ما يعدوا على القلب يبقى اسمها بورتال سيركوليشن اي اتنين كابيلاري ورا بعض من غير ما يعدوا على القلب يبقى اسمها بورتال سيركوليشن فاكرين الكدني زي الكدني بالظبط لا ايه بقى حد فكرنا بيها كده الصينيه ايه الافرنت والافرنت ارتريول صح طيب اللي هي الجلومرولر كابيلاري والبيرتيورال كابيلاري الجلومرولر كابيلاري والبيرتيورال كابيلاري احنا هناخدها يا بنات في الكدن ان شاء الله بس انا عايزك تعرف او تعرفي ان ما يبقى في اتنين كابيلاري ورا بعض بس المفروض اي كابيلاري تروح للقلب بعدها على طول يعني النورمالي اما يبقى فيه كابيلاري لو القلب اهو ادي ارتري وارتريول وكابيلاري مش الكابيلاري دي بعد كده توصل للقلب على طول يبقى فيه كابيلاري واحده بس وبعدين نروح للقلب كابيلاري واحده ونروح للقلب ده النورمال انما هنا فيه كابيلاري وراها الكابيلاري ولسه ما رحناش للقلب يبقى دي اسمها بورتال ايه سيركوليشن يبقى ساعات يقولوا على دي بقى هايبوثالام هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن او فاسكولار كونكشن قلتها في الاول يبقى اما هايبوثالام هايبوفيزيال فاسكولار كونكشن او هايبوثالام هايبوفيزيال بورتال كونكشن او بورتال سيركوليشن طب ودي هايبوثالام هايبوفيزيال ها تراك او نيرفس كونكشن تراك يبقى اسمها هايبوثالام هايبوفيزيال تراك هايبوثالام هايبوفيزيال
بورتال سيركوليشن او هايبو سلام وهايبو فيسيال فاسكولار كونيشن فاسكولار يعني بلاد فيزل. خلاص يبقى احنا كده عرفنا الانتروبيتوتر ده انه بيطلع هرمونات ايه وعرفنا الكونيكشن بتاعها مع هايبو سلامس يا اما نيرفس كونيكشن يا اما فاسكولار كونيكشن وعرفنا الانتروبيتوتر جلاند بتفرز كام هرمون وعرفنا ان الانتيرو البوستيرو بتويتر جلاند لا تفرز اي هرمون صح؟ انا بقى ليس تو هرمون زي اللي هما الانتي دايوريتيك هرمون والبرولاكتين الانتي دايوريتيك هرمون والاوكسيدوز الانتي دايوريتيك هرمون والايه؟ والاوكسيدوز خلاص؟ يبقى ده جنرال انفورميشن عن البتويتر جلاند خلاص؟ نبدا بقى نخش على مين؟ نمسكهم واحد واحد وندرسهم بس خلي بالك ده هندرسه في الريبرودكشن اسمعني يا ولد وده هندرسه في الاندوكراين مع الادرينال جلان اهو وده هندرسه مع الثايرويد ده هندرسه مع مين؟ مع الثايرويد فاهمين ولا لا؟ يتبقى لي مين؟ الجروس هرمون هاخده دلوقتي الجروس هرمون هاخده دلوقتي ان شاء الله يتبقى لي مين؟ البرولاكتين هناخده هو كمان وبعدين يبقى لي هنا مين؟ الاوكسيتوسين هناخده هو كمان ويبقى لي مين؟ يبقى انتوا فاهمين؟ يبقى لازم لا انا عايزك تظبط دماغك يعني تبقى عارف هنمشي ازاي يبقى ده هناخده في ريبرودكشن كل ريبرودكشن عباره عن الشادو بس الاف اس اتش والال اتش يعني هنشتغل على التستس ومين؟ ولو في الادب ريبرودكشن خلص تمام؟ يبقى لنا دول هناخدهم في الاندوكراين مع الادرينال كورتكس وده هياخده مع الثايرويد. ده اللي هندرسه بيه اللي هنبدا بيه دلوقتي اللي هو الجروس هرمون لان هو يعتبر الاساس حيث ان السوماتو تروبسين لو انت خدت نسبه وتناسب كده تمثل حوالي 40% من الانتروبيتوتال جلاند. ده مين؟ السوماتو تروب معناها كبير كتير. يعني انتوا كده كلكم مثلا نصكم سوماتو تروب و20% سايروتروب والباقي كل واحد 5% اللي هو الجونادوتروب واللي مش عارف ايه والكلام ده. يبقى الاساس اصلا المين سيلز اوف ذا انتيرو بيتوتري جلاند هي السوماتوتروب سيل. هي مين يا شباب؟ السوماتوتروب سيل. ماشي؟ سهله كده؟ نمسك بقى الجروس هرمون. طب عايز اقول كلمه بس معلش يعني اظبطها خالص. انتوا فاكرين الماتور سيل اللي انا كنت عاملها هنا دي؟ ايه فائدتها؟ فائدتها حاجه واحده بس. اسمعوني. اما يحصل دامج في اي خليه من الخلايا ده اهي اي خليه من الخلايا دي اما يحصل لها دامج تعمل لها ريجنريشن. بس. يبقى الماتور او الكروموفوب سيل وظيفتها اما يحصل ليجن في اي سيلز من الخلايا دي تعمل لها ريجنريشن. تعمل لها ايه؟ ريجنريشن. يعني تتحول الى ماتور سيل وتتحول الى تعمل جنريشن. بس خلاص مش مهم يعني. هنمسك بقى الجروس هرمون. الجروس هرمون يا شباب واحد يقول لي عنه ثلاث معلومات. هرمون النمو. بص مش عارف لا يا ولد بيطلع منين؟ يا ولد بيطلع منين الاول؟ بيطلع فين؟ السوماتوتروبسين اللي هي بقى ايه؟ اسمعني ما اقولش كده اسمعوني طلع اهو ايوه اسيتوفين سوماتوتروبسين. يبقى لازم الاول اقول السبكه الاول. يبقى منين بيطلع البرولاكتين؟ اسيتوفين سوماتوتروبسين. منين بيطلع تي اس اتش؟ بيزوفين ثايروتروبسين وهكذا. يبقى لازم اظبط دماغي بقى. يبقى اول حاجه هشتغل على الجروس هرمون. يبقى اول حاجه سايت اوف ريليز. اوف ريليز يلا قولوا كده. عشان ابقى محدد وعارف ان السوماتوتروب دي موجوده في الانتيرو مش موجوده فين؟ في السيل. يبقى السايت اوف ريليز منين؟ اسيتوفين سوماتوتروب سيلز اوف ذا انتيرو بيتويتر جلاند. دي نمره واحد. انت ماشي ولا ايه؟ لا لا سوري بس. طيب. الايفون طيب. مهم قوي يعني التليفون ده كده يعني؟ لا
يبقى أول حاجة عرفنا هو بيطلع منين. ثاني حاجة at least there are at least there are five types of growth hormone. يعني فيه موجود خمس أنواع من الجروث هرمون. اللي يهمني النوع الأولاني. أما جم يعدوا الأمينو أسيد بتاعته خلي بالك لو 191 أمينو أسيد مش مهم الكلمتين دول فزلك. ولو إن المونوكلر ويت بتاعه 22,000. المونوكلر ويت بتاعه كام؟ 22,000. يبقى الأدلت جروث هرمون 191 أمينو أسيد والمونوكلر ويت بتاعه 22,000. ده النوع الأول اللي هو أهم نوع. النوع الثاني أقل أهمية هيبقى 171 أمينو أسيد والوزن الجزئي بتاعه 20,000. مش مهم مش مهم هو بيقول مش مهم بس لازم تنطط يعني. يبقى الجروث هرمون 191 أمينو أسيد والوزن الجزئي بتاعه 22,000 ويشبه في الفانكشن بتاعه والتركيب بتاعه البرولاكتين. هنقول بعد شوية يشبه مين البرولاكتين ويشبه البلاسينتال هيومن كوريونيك جونادوتروبين. عايزين عارفين هيومن كوريونيك جونادوتروبين اللي بيطلع من البلاسينتا اول ما يحصل حمل اللي بيطلع كورينيك في النار ولا كده اسمع ولا شنو ولا شنو ولا اسمع خلاص ماشي خلاص انا اسف. اما داخل الجنرال امبريولوجي كل شويه هيقول لك هيومن كوريونيك جونادوتروبين. كوريونيك يعني بيطلع الكوريونيك في اللاي اللي بتخش فيه النيوتو اللي هي سلسله التروفو بلاست والسايت تروفو بلاست مش عارفينها. ماشي انا بطال الجروث هرمون 191 امينو اسيد 22,000 مولكولار ويت بتاعه يشبه يعني ريزيمبل يعني يشبه البرولاكتين والهيومن كوريونيك جونادوتروبين. بس ما تشدوش الاسم ده قبل كده خالص. هيومن كوريونيك جونادوتروبين اللي بيطلع من البريزيم خلاص ماشي. يبقى كلمه صغيره انه بيطلع من الاسيدوفيل ماموتروبسيت سوماتوتروبسيت اللي بيطلع موجوده في الاسيدوفيل بتاعه 191 امينو اسيد المولكيولر ويت بتاعه 22,000 بيشبه فيه تركيبه البرولاكتين والهيومن كوريونيك جونادوتروبين خلاص. مش مهم الكلمتين دول. السؤال الاول بقى النهارده اسمه اكشنز او فيسيولوجيكال اكشنز اوف جروث هرمون. اكشنز او فانكشنز او فيسيولوجيكال اكشنز اوف جروث هرمون. يعني الجروث هرمون لما بيطلع بيشتغل على ايه؟ هاز نو تارجت سيل بيشتغل اول اوفر ذا سيلز اوف ذا تيشوز. يعني بيشتغل على كل خلايا الانسجه ماليش اكسبشن. تقريبا يعني مفيش خليه بتنجو من الجروث هرمون تقريبا. عشان كده يبتدي اولموست يعني معظم. عشان ما يعني ممكن تكون في خليه ما رفعهاش جروث هرمون ولا حاجه. يبقى اولموست ذا سيلز اوف ذا بودي از كنترولد باي جروث هرمون. خلاص كده الاكشن بتاعه ايه؟ بص يا ريس هو جروث هرمون كم كلمه؟ كلمتين. يبقى ليه اكشن؟ يبقى كلمتين. يبقى ليه اكشنين؟ الاكشن الاولاني من اسمه يبقى اسمه ايه؟ اندكشن اوف جروس. مش هو اسمه جروس هرمون؟ يعني هرمون النمو.
يبقى الاكشن الاولاني اسمه ايه؟ اندكشن اوف جروس. يبقى الاكشن الاولاني اسمه اندكشن اوف جروس. اندكشن اوف جروس. يبقى ده الاكشن الاولاني. الاكشن الثاني اسمه ميتابوليك اكشن. اسمه ايه؟ ميتابوليك اكشن. بس يبقى الجروس هرمون كلمتين، يبقى له اكشنين. الاكشن الاولاني اسمه اندكشن اوف جروس، الاكشن الثاني اسمه ميتابوليك اكشن او ميتابوليك اكشن. نمسك الاول الجروس. يعني ايه كلمه جروس؟ اسمعني اسمعني بس عشان تفهم الاول ما تحفظش. جروس معناها النمو. يعني ايه اقول ابن اللي كان مولود وعنده 3 كيلو وزنه 3 كيلو يعني بقى النهارده بغل زينا كده عنده 70 كيلو، يبقى معناها ان هو حصل له ايه دلوقتي؟ جروس. يبقى بالعربي يعني ايه كلمه جروس؟ انكريز ذا بودي ماس. انكريز ايه؟ ذا بودي ماس. طب بالراحه بس اسمعوني بس عشان تفهموا، سيبكم من الكتاب، عايز ابص الكتاب. يعني ايه كلمة تزود البودي ماس؟ بص معناها جلد الانسان كبر، بقى كان جلدك حتة صغيرة شوف بقى عامل قد ايه؟ صح ولا لا؟ ايوه يعني الجلد زاد. طيب القلب بتاعك كان كده بقى كده، الاسبلين كان كده بقى كده، الليفر كان كده بقى كده. يعني عايز اقول ايه؟ حصل ديفلوبمنت. يا تفهمني يا جحش عشان لما تيجي تذاكر ما انا ممكن ارسم لك وخلاص، ما انا حافظهم صم. انا عايزك تفكر وانت بتذاكر عشان ما تتعبش. يبقى بقول اندكشن اوف جروس معناها ازود البودي ماس. يعني الولد كان كده اهو بقى كده اهو، يبقى معناها السكين بتاعه كبر يبقى سكين. معناها ان الفسره بتاعته كبرت ولا بتاعتها صغيره؟ كبرت. معناها ان المصل بتاعته بدل ما كانت صغيره كبرت، يبقى هقول ايه؟ سكن وبسره ومصل، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ والسكن هحط معاها الساب كوتينيوس ايه؟ تشو. خلاص؟ الثلاثه دول لحم ولا عظم؟ لحم. يبقى اسمها سوفت تشو. يبقى اسمها ايه؟ سوفت تشو. يبقى الاندكشن اوف جروس يشمل حاجتين، سوفت تشوز. سوفت ايه؟ تشو. اللي هو يشمل بيبقى اهم ما فيش غيرهم والله العظيم. يبقى ديفلوبمنت اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تشو. طب بعد الجلد بيه مين؟ المصمص. ديفلوبمنت اوف ذا مصل. طب بعد المصل بقى اخش على جوه الايه؟ ديفلوبمنت اوف ذا بسرة. ديفلوبمنت اوف ذا ايه؟ يبقى بس. يبقى هو الاكشن بتاع اندكشن اوف جروس، والاندكشن اوف جروس حاجتين، يا اما سوفت تشو اللي هو السكين والمصل والبسرة. الله. طب ما باقي مين بقى؟ باقي مين في جسمي؟ البول. يبقى باقي مين في الجسم؟ البول. يبقى تاني حاجة عندي اسمها بون أو سكيلتون. يبقى ديفلوبمنت أوف بون. هنتكلم بقى على الديفلوبمنت أوف ذا بون. خلي بالك. اسمعوني بس، أنا عايزكم تفهموا. العضماية بتاع الواد الصغير كانت كده. صح؟ طب وانا دلوقتي لو انا دلوقتي اعتبرت انا عندي 20 سنة، هل العظمية هتبقى زيها ولا هتكبر؟ يعني ايه تكبر؟ قول بقى قول تكبر ولا تتخن؟ تتنين. هاي ما هي كانت رفيعة كده، انا ما بقى عندي 20 سنة هي طولت بس كده وكانت رفيعة ولا تخنت؟ يبقى عندي 2 جروس في البول. 2 جروس انت بول. يا دكتور انا بس كده ما ينفعش الكلام ده. ركزي معايا. اندكشن اوف ذا بون حاجتين، يا اما هوريزونتال يا اما عكسها لونجيتودينال. يا اما ايه؟ لونجيتودينال. هوريزونتال يعني ايه؟ بص لي بس كده، بص لي يا عم، بص لي والله لو بصيت لي تفهم. سيبكم من ام الكتاب ده. ادي العظمايه اهي، ادي العظمايه، ده بتاع الولد الصغير. كويس؟ انتوا عارفين ان حوالين العظم في غشاء. ايوه بريوستيام. اسمه ايه بقى؟ بريوستيام. اهو
يبقى ده اسمه ايه؟ بيريوستيا. حلو الكلام؟ البيريوستيا فيه اوستيوسايت او الاول اوستيوبلاست الاول. انتوا عارفين الخلايا اللي في البن؟ خدتوا الهيستولوجي وسابون؟ طيب شاطر. يبقى في الاول اوستيوبلاست. في الاول ايه؟ اوستيوبلاست. كويس؟ الاوستيوبلاست ده ايه؟ اللي موجوده في البيريوستيا يبقى الاوستيوبلاست. اللي موجوده في البيريوستيا هتتحول الى اوستيوسايت. هتحول الى ايه؟ اوستيوسايت. يعني خلايا عظميه. هتحول الى خلايا ايه؟ عظميه. يبقى دي هتبقى عظمه؟ عظم. فاهمين ولا لا؟ عظم. يعني نيو بون. نيو ايه؟ بون. النيو بون ده هيضاف الى مين؟ الى الاولد بون. يبقى النيو بون ده اهو از ادد تو ماتور. الاولد بون. يبقى البون ده مع البون القديم هيبقى كده. اهو. يبقى تخن. كل الولد ما يكبر اهو خلي بالك خلاص احنا خلصنا من المرحله دي هيبقى في بيروستيم تاني مش كده ولا لا؟ وفي ايه؟ اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست تحول الى ايه؟ اوستيوسايت. والاوستيوسايت يعمل نيو بون اللي هيضيفه الى البون القديم. يبقى كل الواحد ما يكبر كل ما ايه؟ العظمايه بتتخلق. يبقى ده اسمه ايه؟ هوريزونتال جروس او هوريزونتال بون جروس. معناها الثيكنس اوف ذا بون بيزيد. ده بقى بيبقى ماركت. يعني ماركت؟ يعني ماركت زياده في ديزيز في امراض معينه. المرض المعروف المشهور اللي هو اسمه اكروميجالي. اسمه ايه؟ هناخد المره الجايه. اسمه ايه؟ اكروميجالي. يعني في مرض الاكروميجالي بيبقى عندي زياده في الجروس هرمون او زايد زياده عن اللزوم. فالعظمه تتخن زياده عن اللزوم. المفروض تتخن تبقى كده بس عشان الجروس هرمون زياده قوي تخن بقى كده. يبقى اسمها increase in the bone thickness. increase in the bone ايه؟ thickness. اظن سهل. طيب نيجي بقى هنا ما تتكلمش على ثانيه. البون لما يبقى كده والواد عنده خمس سنين اما اقول حد عنده سؤال يسالني زعل كل مره بتعمل معاه الحركه دي. اوه الكلام من جوه بتوسع ازاي ده؟ ليه؟ الكلام اللي مش في الكلام جوه في العظم بتوسع ازاي؟ طب ما كده هزود كده ما زي ما هي كده هتبقى زود زود من جوه. لا بيجيب معلش هو انا اللي ذاكرت الاستولوجي بزود؟ لا ده مش ايه؟ مش هيجي له لا ذاكر الاستوديو بيزونه بس على كفايه المره الجايه ابو ولاد المره الجايه. اصل هو اصلا مش عارف الاستوسايت موجوده فين ولا الاستوبلاست موجوده فين. خلاص ذاكروها بقى وقولها لكم. يبقى في ترتيب معين. خلاص مش هشرحها. المهم نيجي بقى للموجودين البول. شوف الديستريبيوشن اين يوجد الاستوبلاست واين يوجد الاستوبلاست. ده الاوستيوبلاست والاوستيوسايت شوفوا موجودين فين بالنسبه للسيرفس بتاع البول والديب برضه الزبون شوفوا موجودين فين والتعليم. فاهمني؟ هذا اسمك ايه؟ يا ده حسن فاهمني؟ مشيت عندك في كاتب اهو يبقى البول اهو. هنا بيحصل ديستريبيوشن معين للاوستيوسايت وهنا بيحصل ديستريبيوشن معين للاوستيوسايت. تعرفوا بكره يا بابا نيجي بقى للموجودات من الجروب. العظميه عباره عن ايبيكوندايل. عارفين ايبيكوندايل؟ يقولوا عليها ايه بقى بالهيستولوجي؟ ايبيفس. يقولوا عليها ايه؟ ايبيفس. هيستولوجي. وبعدين الشاف. الشاف. يقولوا عليها ضيافس يا جماعه. يقولوا عليها هايبوفس. يعني يبقى الشاف يقولوا عليه طيافسيس مش كده ولا ايه؟ ذا جانكشن بتوين ايوه ايبيفيسيس ايه طيافسيس اللي هو الشاف اسمها اوتيتافسيس. يعني ايه ميتافسيس بقى؟ يعني كارتريج. يعني فيه كارتريج. الميتافسيس بيبقى فيه كوندروسايت. كوندروسايت يعني ايه كوندرو؟ بص لي بقى اسمعني يا هالي. ادي العظمايه كان طولها مثلا 10 سم مثلا. يبقى ده الولد وهو صغير. اما يجي يشتغل الجروس هرمون يبقى لازم نطول العظمايه. كيف نطولها؟ بص لي هيحصل مايتوزيس. يعني ايه مايتوزيس؟ ريبرودكشن.
للكوندروسايت. يعني لو هي واحدة يبقى 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 يبقى حصل ريبرودكشن اوف كوندروسايت. حصل ايه بقى؟ ريبرودكشن اوف كوندروسايت. حلو. وبعدين كل صف يتكون كوندروسايت، الكوندروسايت تتحول الى اوستيوسايت. يعني الصف ده كده اسمه ايه؟ كوندروسايت. طب وده اسمه ايه؟ كوندروسايت. ده هو اما يتكون يعمل اوسيفيكيشن، يعني تعظم، يعني حول الكوندروسايت الى اوستيوسايت. اوسيفيكيشن للصف ده يبقى روز، بيقول لك مرتبه ان روز يعني صفوف. طيب اما ده يحصل اوسيفيكيشن يحصل جروس لنيو كارتريج بليت. واما يحصل جروس للنيو ده يحصل اوسيفيكيشن اللي وراه، وهكذا بقى. يبقى الكوندروسايت تتحول الى اوستيوسايت. بس بقى الاول عملنا ريبرودكشن، يعني ما يتوزع، يعني زودناه. وكل ما نعمل واحد نعمل اوستيوسيكيشن اللي وراه، ونعمل واحد اوستيوسيكيشن اللي وراه. يبقى دي بقى حطيته ولا مش حطيته؟ حطيته ولا ايه؟ يبقى بدل ما كنا واقفين هنا اصبحت طويله نتيجه هذا الاوستيوسيكيشن. تمام؟ يبقى الكوندروسايت بيحصل لها ريبرودكشن، تزيد في العدد، وبعدين تتحول الى اوستيوسايت. كل ما يتكون كوندروسايت كل ما يحصل اوستيوسيكيشن. كوندروسايت اوستيوسيكيشن اوستيوسيكيشن اوستيوسيكيشن. وطبعا الاوستيوسيكيشن ده معناه عظم، يعني انا ضفت العظم ده الى العظم القديم بس بالطول، يبقى معناه طول العظمايه زايد. ايه؟ اللي هو سن البلوغ. البيوت بتاع الميل عند الفيميل مختلف. يعني في الفيميل عند 18 سنه، الميلز عند 21 سنه. ولذا تلاقي دايما الميلز اطول من الفيميلز. الميلز الرجاله دايما اطول من الستات. طبعا في نوادر، انما النورمال عشان بيحصل اوسيفيكيشن عندنا ويقف خلاص بقى مش هيشتغل الجروس هرمون عند 21 سنه. عند البنات عند 18 سنه، ولذلك البنت تلاقيها اقصر من الولد، لان الولد خد 3 سنين زياده اكشن للبروس ايه؟ هرمون. طبعا ده متوسط طبعا. يبقى احنا قلنا بقى الجروس هرمون كم كلمه؟ ها؟ يبقى ليه كم اكشن؟ الاكشن الاولاني والبروس انتشر البروس كم حاجه؟ صوت تيشو وبوز. صوت تيشو كم حاجة؟ سكين مصل آن ديسراس. نمرة ثلاثة البون. البون نلاقي فيه كم حاجة؟ اثنين. دي هوريزونتال كانهم كلمة. يبقى الواحد لما يكبر العظم بيكبر في حتتين، يا إما بالطول يبقى لهم كلمة، يا إما هوريزونتال. الهوريزونتال الاوستيوبلاست اللي في الاوستيا هتضيف نيو بون إلى الأولد بون. يبقى العظمية هتزيد في السكنس، هتزيد في الايه؟ ويبقى ماركت في الديزيز زي الاكروميجا اللي هناخده بكره ان شاء الله. يبقى هنا بقى لونج تيدنال، يعني العظمايه هتزيد فيرتيكال. هتزيد ايه؟ فيرتيكال يعني بالطول. ليه؟ علشان في الميتافيسيس بيبقى في الكوندروسايت هيحصل لها ريبرودكشن، يعني تتكاثر وتتحول الى اوستيوسايت. والاوستيوسايت تعمل ديبوزيشن للبون بقى ماتريكس. لا البون ماتريكس لما تعمل ديبوزيشن يبقى هنضيف بون الى بون، زي ما هنا كنا بنضيف بون الى بون، بس هنا ضفنا البون الى البون هوريزونتال، هنا ضفنا بون الى بون فيرتيكال. يبقى كده هيحصل اللارجمنت او جروس اوف ذا. نيجي بقى للميتابول. اسمع بقى واكتب القواعد دول. واحد، كل الهرمونات اكتب ورايا يا علي براحتك، انا اقول وانت زيد بتعمل. أنا عايزك تحفظ القواعد. اكتبهم في حتة على بعض، هم أربع قواعد. كل الهرمونات كاتابوليك
براحتك اكتب بطريقتك. انا راجل فلاح، اكتب انت بقى يا انجلش مان. All hormones are. All hormones are. عملوه تاني بعد بقى. عربي يا دكتور. النبي عربي. كل الهرمونات كتبوا لي. ما عدا اكسبت واحد جروس هرمون، اثنين ريبروداكتيف هرمون، ثلاثة انسولين. انسولين يبقى مناد على اي هرمون. يعني ايه كاتابوليك بقى الاول؟ هدام. يعني ايه هدام برضو؟ سيبوني اقول اقول فراغ مش عارفين سيبوني يا اولاد. كلمة كاتابوليك، كاتابوليك يبقى متعلق بالبروتين، يبقى يكسر البروتين. يعني لما يكون عندي بروتين اهو هناخده ان شاء الله في اول الترم الثاني الميتابوليزم، هذا البروتين. اما الجروس هرمون يشتغل مثلا، يعني لما الهرمون يكون كاتابوليك ويشتغل ويشتغل يقوم يكسر البروتين ده الى امينو اسيد، يبقى كده كسره يبقى هداف. تمام كده؟ طيب اما يكون انابوليك، انابوليك معناها انا عندي البلاد ده، وخلي بالك البلاد ده وعندي هنا ايه؟ امينو اسيد. امينو ايه؟ اسيد. خلي بالك احنا قلنا الجروس هرمون انابوليك ولا كاتابوليك؟ انابوليك. خلي بالك يبقى هشيل بقى كلمة ايه؟ انابوليك. يبقى هكتب انابوليك. انابوليك افكت. يعني بقى بص، ياخد الامينو اسيد اللي في البلاد يخليها تتحد مع امينو اسيد، 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 مع امينو اسيد. يبقى اسمها انابوليزم. يعني معناها بيعمل ايه؟ سينثيسيس اوف نيو سيلولار كونستيتوانت. يعني تصنيع مكون جديد للخليه. يعني اصل خلي بالك الخليه بتبقى كده في الواد اللي عنده سنه، ويبقى فيها النيوكلس قد كده والسيتوبلازم اللي وماتي كوندري قد كده وده قد كده وده قد كده. اما يجي يكبر يبقى لازم نكبر الحاجات دي كلها. يبقى لازم نكبر مين؟ الخليه. يبقى السيجمنت برين كبر، والسيجمنت برين عباره عن بروتين، مش هو عباره عن بروتين وفوسفوليبيد؟ يبقى احنا بنتكلم عن جزء البروتين. والنيوكلس هي كمان تزيد، والسيتوبلازم يزيد، والميتوكوندريا تزيد، و و و يزيد. يبقى كلمة انابوليك معناها سينثيسيس اوف نيو سيلولار سيلولار كونستيتوان. الله. طب ما هو الواد الصغير اما يجي يشرب جروس هرمون الخلية بتاعته تبقى كده، اما يجي يكبر تبقى خليته قد كده، يبقى معناها حصل لها سيل ايه؟ جروث. يبقى معناها ان ايه دلوقتي ايه؟ ها؟ سي ها؟ سينس ما تقول يا عم سينثيسيس اوف نيو سيلولار كونستيتوان. يبقى اول اكشن للجروس هرمون اسمه ايه؟ انابوليك. اسمه ايه؟ طيب اما اجي على الثيرويد هقول لك اول اكشن يبقى اسمه ايه؟ كاتابوليك. يعني كسر البروتين الى امينو اسيد. تمام؟ يهد الجسم. اما اجي على الكورتيزون هقول لك ايه؟ كاتابوليك. اي هرمون بقى، اي هرمون، اي هرمون ما عدا الجروس هرمون والانسولين والريبرودكتيف هرمون. يعني ايه الريبرودكتيف هرمون؟ يعني اي هرمون هناخده في الريبرودكشن اللي هو التستوستيرون والاستروجين والبروجستيرون والبرولاكتين ومش عارف ايه. يبقى الهرمونات اللي هناخدها في التستوستيرون يا هلا، ما هي ريبرودكشن يعني ايه؟ تكاثر. يعني ايه تكاثر؟ يعني بناء مش هدم. هو انا اما اجي اتجوز يبقى هرمون التستوستيرون ده عايزه يكسر ولا يبني؟ يبني. مفيش هدم يا جماعه. فاهمينه ولا لا؟ اما نيجي ناخدها بقى هنتكلم عليها بايه بالتفصيل. بس انا عايز اقول اي هرمون يخطر على بالك ما هواش جروس هرمون وما هواش انسولين وما هواش هناخده في الريبرودكشن يبقى على طول ايه؟ كاتابوليك. يبقى على طول ايه؟ كاتابوليك. اسمع بقى اكتب القاعده الثانيه. اي انابوليك هرمون، اي انابوليك هرمون لازم يعمل سولت اند ووتر ريتينشن. سولت اند ووتر ريتينشن. كل واحد يكتب بطريقته. المهم انا عايز المعلومه
اي هرمون اكتب من ضمن الاكشن بتاعته ان هو انابوليك يبقى دي رقم واحد. يبقى رقم اتنين على طول صوم اند ووتر ريتينشن من غير مزاج. مكتوبه في الكتاب مش مكتوبه في الكتاب انا ماليش دعوه. اي انابوليك هرمون اما اكتب انابوليك اكشن معناها انكريز سنسز اوف نيو سيلولار كوليسترول. واحد اتنين صوت اند ووتر ريتينشن. هو انت ازاي هتبني خليه من غير ما تجيب لها الالكترولايت اللي هي عايزاها والميه؟ مش ممكن. يبقى انا هقول ايه بقى؟ افسر سنه يعني اقول ايه؟ لو انا عايز كالسيوم ازود الابسوربشن بتاع الكالسيوم في البلط مثلا. طيب انا عندي الكدن خدناها، اما يبقى عندي صوديوم وبوتاسيوم اسيب الصوديوم والبوتاسيوم ينزلوا في اليورين ولا اقلل الاكسكريشن او ازود الابسوربشن؟ يعني ما هو يعني لما اخدهم كده على البلط يبقى كده زودت منها رجاله الابسوربشن، ومعناها برضو ايه؟ قللت الاكسكريشن يور. هي هي بس احنا اتفقنا ان احنا دايما نتكلم على البلاد. اتكلم زي ما انت عايز بس لازم تثبت المعلومه ان انا ازود الري ابسوربشن اوف صوديوم اند بوتاسيوم فروم ذا كيدني، او هي اياها اللي هي هقلل الاكسكريشن اوف صوديوم اند بوتاسيوم ان يورين. هي هي يا جماعه. يبقى اي انابوليك هرمون ازود الابسوربشن اوف الكترولايت سبيشالي الكالسيوم والفوسفيت واي حاجه. اثنين اقلل الاكسكريشن اوف صوديوم اند بوتاسيوم ان يورين. سهل الكلام؟ طيب القاعده الثالثه، كل الهرمونات كل الهرمونات بتعمل لايبوليسيس ما عدا الانسولين بيعمل لايبوجينيسيس. بس كل الهرمونات بتعمل لايبوليسيس. لو خدتوا الانسولين في البايو هتلاقوه بيعمل لايبوجينيسيس. خدتوه في البايو عشان مش هشرحه هنا. يبقى كل الانسولين كل الهرمونات بتعمل لايبوليسيس. لايبوليسيس ما خدتوش يا بنات الانسولين في البايو؟ بنات خدتوا الانسولين في البايو؟ بنكرياس. خلاص ما تاكلوش من عندنا بقى، سيبوهم بقى وخلاص. تاكلوا الاكشن بتاع الانسولين من هناك وما تاكلوش من عندنا مش هتتحايل. طيب كل الهرمونات بتعمل لايبوليسيس ما عدا الانسولين بيعمل لايبوجينيس. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص يا ريس، انا عندي الاديبوز تيشو اهو، يبقى ده الاديبوز تيشو او الفاتي تيشو. خلي بالك اما كسر الاديبوز تيشو او الفاتي تيشو هيتكسر الى فري فاتي اسيدز. فري فاتي ايه؟ اسيد. صح؟ يبقى كده كسر. يبقى دي اسمها لايبوليسيس. لايبو يعني ليبل، لايسيس يعني تكسير. يبقى اسمها بريك داون اوف فات ان اديبوز تيشو انتو فري فاتي اسيد. فري فاتي اسيد يعني البلد من فري فاتي اسيد حي زيد، والبلد من فري امينو اسيد حي زيد. ده لو كان كاتابوليك. لو كان ايه؟ انما هتقل لو كان انابوليك عشان اخد الامينو اسيد اصنع بيها خلايا. يبقى مستواها هنا هيقل لو كان انابوليك، انما لو كان كاتابوليك يبقى انا هكسر البروتين ده اهو الى فري فاتي اسيد. ده لو كان ايه؟ كاتابوليك. فاهمين ولا لا؟ يبقى الجروس هرمون بقى بيعمل لايبوليسيس ولا لايبوجينيسيس؟ هتقول بقى انا اسف قاعد تتحبس. قاعد تتحبس عشان بعد كده هنقولها ونجري، مش هنقعد عندها كده. يبقى كل الهرمونات تعمل لايبوليسيس. يعني ايه لايبوليسيس؟ بريك داون اوف فات ان اديبوز تيشو انتو فري فاتي اسيد. ولو زاد قوي اند كيتو بوز. عند ايه؟ كيتو بوز ده لو زاد قوي. تمام؟ وبعدين هيزود الفري الليفل او البلاد ليفل اوف فري فاتي اسيد. يبقى معنى كلمه لايبوليسيس ها؟ بريك داون اوف فان اديبوز تيشو. بس سهل انت نعم دف الناحية دي اعدل لا الف عامل لي دكتور وانا سامع اول المحاضرة. يبقى انكريز ذا فري داون اوف فات ان فات فات ان ادبوز تيشو انتو فري فاتي اسيد. يبقى هزود البلاد ليفل اوف فري فاتي ايه؟ كل الهرمونات كده.
ما عدا الانسولين بس ما جا عنده هقول انهيبيشن اوف لايبوليس ويزود اللايبو ايه جينيس. طيب يبقى الاكشن الثالث بتاع الجروس هرمون ان هو بيعمل ايه لايبوليسيس. بيعمل ايه يا شباب؟ طيب نيجي بقى ايه للكربوهيدرات. الكربوهيدرات ملهاش قاعده يعني مش كل الهرمونات هتبقى كده. احنا كده كنا كم قاعده؟ قول القاعده الرابعه عشان نخلص منهم. اي جلان عشان يبقى خلصنا الاربع قواعد مره واحده. اي جلان اسكت يا اي جلان بتبدا بحرف البي. اي جلان بتبدا بحرف البي بي بي بين بي بين بي بين يا هبل دكتور الواد كاتب بن 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 هرمون بن 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 الثايرويد جلاند لا تبدأ بحرف البي ولكن الهرمون بتاعها بروتين. يعني بص البيتويتري الهرمون اللي بتطلع منها بروتين. طب بص بانكرياس الهرمونات اللي بتطلع منه بروتين. بص باراثايرويد بروتين. بيتويتري ما احنا قلناها باينيال بودي. باينيال بودي اللي بتطلع من الميلاتونين فبيطلع من التريبتوفان والتريبتوفان امينو اسيد يبقى بروتين. ما عدا مين بقى الثايرويد. الثايرويد لا تبدا بحرف البي ولكن الثايرويد بيطلع من الثايروزين والثايروزين امينو اسيد يبقى برضه هي بروتين ولكنها لا تبدا بحرف الايه البي. يبقى دول اربع قواعد دول ايه موجود في الهايبر سلف. يعني ايه يعني الهرمونات اللي قلنا عليها طالعه من البيتيوتري جلاند كلها اللي هي البرولاكتين والكورتيكوتروبين ريليز والثايرويد ستيمولاتنج هرمون والادرينو كورتيكوتروبيك هرمون والاف اس اتش والال اتش والنمو والبرولاكتين والجروس هرمون كلهم بروتين. يبقى ده البي تركيبه الكيميائي المفروض ايه؟ في الهرمونات كلها بروتين يعني لا طبعا سبيس توي احنا مشكلنا الميكانيزم حضرتك شلنا الميكانيزم الاكشن بتاع الهرمون نوعين يا اما استرويد هرمون يا اما بروتين هرمون والاسترويد هرمون بيشتغلوا بطريقه ثانيه غير التانيين. السيتوتوكسين احنا مالنا هم دول هم دول هرمونات باينير بودي موجوده تحت الهايبو سالفا. طيب بص بقى قال انت هو قال يبقى القاعده الرابعه بتقول ايه بقى؟ اي جلاند تبدا بحرف البي فهي تفرز بروتين هرمون ما عدا مين؟ اسمع بقى والجمله الاخيره تكمل والهايبوثالاموس كما البتويتر. الهايبوثالاموس زي البتويتر بالظبط يعني الهرمونات اللي تطلع من الهايبوثالاموس زي الهرمونات اللي بتطلع من البيتويتر يعني الاثنين برضو بروتين. يعني السايتوتروبين الريليزنج هرمون ده بروتين. الكورتيكوتروبين الريليزنج هرمون ده بروتين. الجونادوتروبين الريليزنج هرمون ده بروتين. يبقى اي حاجه تطلع من الهايبوثالاموس زي البيتويتر. يبقى اي حاجه تطلع من الهايبوثالاموس زي البيتويتر. يبقى احنا عايزين نعد مع بعض ايه الحاجات اللي بتطلع بروتين هرمون نعرف نعدهم من فوق ده الهايبوثالاموس باينير بود الاول باينير بود الهايبوثالاموس البيتويتري جلاند باراثايرويد بانكرياس ها ثايرويد ست حاجات خلاص كده. طيب عايزين بقى نقول بقى الاكشن بتاع الجروس هرمون على الكربوهيدرات. يا جماعه الجروس هرمون بيزود الجلوكوز بيزود الايه؟ بجميع الوسائل. يعني احنا عايزين اهو خلي بالك نزود البلاط جلوكوز. قال الجلوكوز
خلي بالك بس كده ركز معايا جواد، ركز معايا. ادي الجلوكوز، عايز ازود الجلوكوز في البراد، اعمل ايه؟ بقوله كده الف، ما خليش الجلوكوز يروح للبريفرال تيشو، صح؟ يبقى ديكريز يوتيلايزيشن اوف جلوكوز باي بريفرال تيشو سبيشالي سكليتال ماسل اند فاتي تيشو. سبيشالي مين؟ سكليتال ماسل، عشان هي بتاخد ايه؟ جلوكوز كتير والفاتي تيشو. يبقى هقول ايه بقى؟ ها ديكريز، هتقول ديكريز جلوكوز يوتيلايزيشن باي بريفرال تيشو سبيشالي سكليتال ماسل اند فاتي تيشو. دي نمره واحد. اثنين، بص اخلي يا بص لي عشان تفهم اول مره، اخلي الجلوكوز يروح على الليبر ولا لا؟ ايوه لا، علشان لو زودنا البرودكشن بتاع الجلوكوز بالليبر هيحوله الى جلايكوجين، وده كده يقلل مين؟ انما ممكن اعمل العكس، يعني احول الجلايكوجين الى جلوكوز. يبقى ثانية عليك، جلايكوجين لايس. يبقى اسمها جلايكوجين وايه؟ او ممكن اصنع جلوكوليوجينيسيس. يعني ايه يا راضي؟ سينسيس اوف جلوكوز فروم كربوهيدرات سورس زي الامينو اسيد. بص بقى هنا، بص يا غالي، كما تعلمون في البايو يا ساده ان الجلوكوز، اسمعوا لي بقى، بايو انتوا الاثنين اهو، از مين ستيمولس او مين ستيمولانت فور انسولين. صح ولا مش صح؟ يعني الجلوكوز هو المحفز الاساسي للانسولين، مش كده ولا لا؟ طيب بص لي بقى كده، اما يزيد الجلوكوز في الدم ما تقول هيروح يعمل ستيمولشن لمين؟ للبنكرياس، يقوم يطلع مين؟ بص لي، يقوم الانسولين هو العربية اللي هتشيل الجلوكوز من الدم توديها للتشو. يبقى في الأول يا علي ايرلي هيحصل هايبوجلايسيميا. ليه؟ عشان لما الانسولين طلع من البنكرياس خد الجلوكوز من البلد حطه فين؟ في التشو، صح؟ ولكن الجلوكوز ده زايد قوي قوي قوي، ده احنا بنزوده بكل الوسائل. يقوم يعمل ايه؟ اكزوشن اوف ذا بنكرياس، يوم ما يقدرش يطلع مين؟ انسولين. يوم الجلوكوز ما ينتقلش من البلد الى مين؟ الى يبقى الجروس هرمون ايرلي يعمل هايبوجلايسيميا، ليتلي يعمل هايبرجلايسيميا. ايرلي علشان هو زاد فهيعمل استيموليشن للبنكرياس، يوم يطلع مين؟ انسولين. طب الانسولين بيعمل ايه؟ بياخد الجلوكوز من البلد يحطه في التشو، يبقى مستوى الجلوكوز هنا هايب. بس الجلوكوز اللي كان زياده قوي طلع شويه انسولين من البنكرياس، وبعدين الانسولين حصل له ايه؟ اكزوشن يعني تعب، يعني اجهاد، يعني مش ريزيستنس، حصل له ريزيستنس يعني مقاومه، يعني مش هيقدر يطلع مين؟ انسولين. يبقى الانسولين مش هيشيل الجلوكوز من ايه؟ من البلاط. يبقى هيسيبه فين؟ في البلاط. يبقى هم يحصل هايبر جلايسيميا اللي هي اسمها ديابيتس ميليتس. اسمها ايه؟ يقولوا عليها بقى هايبوفيزيال ديابيتس ميليتس. هايبوفيزيال يعني انتر بتيوتر جلاند، او يقولوا عليه جروس هرمون ديابيتس ميليتس. هايبوفيزيال يعني البتيتري جلاند، السبب في البتيتري بسبب الجروس ايه؟ هرمون. يبقى يا جماعه في الاول يحصل هايبوجلايسيميا عشان هيطلع انسولين كتير، خلاص خلص الانسولين، يحصل هايبر جلايسيميا يعني دايابيتس ميليتس، يعني دايابيتس ميليتس يسموه ايه؟ هايبوفيزيال دايابيتس ميليتس. اسمع بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى، اسمع يا ولد، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الجروس هرمون، اسمع بقى عشان ابتدي امسكه، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الجروس هرمون يزود الفري ليبل اوف فاتي اسيد، صح؟
ما تقول اه ولا لا. ويزود البلاد جلوكوز ليفل. صح؟ صح. اسمع. ويزود الفري ليفل اوف امينو اسيد. صح؟ صح. ما بس اه يعني زود. هنقول حزين. بس اما حصل بس واحدة واحدة. اما حصل سينثيسيس خدنا مين؟ الامينو اسيد من البلاد. عشان نصنع بيها مين؟ الخلايا. فاحنا كده خدنا مين؟ خدنا الامينو اسيد من اهو وحطيناها هنا في الخلايا عشان نعمل سينثيز اوف نيو سيرال ايه؟ كوليستيرول. يبقى المحصله النهائيه ان عندي في الامينو اسيد ايه؟ حلو الكلام؟ بص لي بقى. اسمع بقى اللي عايز اقوله. انت حاطط في دماغك ايه دلوقتي؟ ان البلاد جلوكوز زائد وفادي اسيد زائد والامينو اسيد خدناها نصنع بيها سينثيز نصنع بيها ايه؟ خلايا. بص بقى. السؤال الاول قبل ما اقول اللي انا عايزه. ما هي مصادر الطاقه؟ الطاقه مصادر الطاقه سورس اوف انرجي جلوكوز فات امينو اسيد بالترتيب عشان ده بيطلع الاول عشان ايزي ميتابولايز جلوكوز فات بروتين. بص بقى. بص يا ولد. لو كان ربنا سبحانه وتعالى استخدم الامينو اسيد في انتاج الطاقه ما كانتش اتصنعت الخلايا. بالعقل كده بقول ربنا هو ربنا زود الفري ليفل وفات اسيد وزود الفري البلاد جلوكوز ليفل علشان دول يستخدموا از اسورس اوف انرجي ويسيب مين؟ يا مانا عشان تستخدم فين؟ في السينسز. فاهمين ولا لا؟ يبقى ذا انكريز ليفل اوف بلاد جلوكوز اوف بلاد اند فري فاتي اسيد بيعمل ايه بقى؟ سبير اوف بروتين. يعني ايه؟ يسيب البروتين ما يستخدمش في انتاج الطاقه ولكن يستخدم في السينسز اوف نيو سيرور كونستيتوينتس. يبقى دي اسمها ايه؟ بروتين سبير. بروتين ايه؟ سبير. يعني ايه سبير؟ يعني متجنبينه يعني محوشينه يعني ما خلناهوش يستخدم في انتاج الطاقة. لان لو خدناه واستخدمناه في لو ربنا بقى ما كانش زود الفري ليفل اوف امينو اسيد وما كانش زود البلاد جلوكوز ليفل كنا هنستخدم الامينو اسيد في انتاج الطاقة وليس في بناء الجسم. فاهمين ولا لا؟ يبقى ربنا عمل ايه دلوقتي؟ بروتين سبير. سبير يعني تحويش يعني حافظ عليه يعني اسيبه عشان يستخدم في تصنيع الخلايا مش هستخدمه في انتاج الطاقه. فاهمين ولا لا؟ سين سؤال بقى. هل نحن نحتاج الى الجروس هرمون عندما نبلغ ام لا؟ افهمتم السؤال؟ انا دلوقتي عايز الجروس هرمون من وانا في بطن امي لغايه ما يبقى عندي 20 سنه مثلا يعني عشان ابقى كبرت وابقى بلغت وابقى طولت وابقى تخنت. طب وانا عندي 30 سنه انا يعني وانتوا دلوقتي كده هل احنا محتاجين الجروس هرمون ام لا؟ محتاجينه ولا لا؟ محتاجينه ولا لا؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان احافظ على الجلوكوز ماشي ها؟ عشان احافظ على الطاقة ها؟ ها؟ ريجينيشن اوف ايه؟ اوكسيد شاطر يا واد صح؟ نحن نحتاج إلى الجروس هرمون أفتر أدولسنس ليس فور ديفلوبمنت أند جروس ولكن اسمعوش انتوا كما تعلموا في الهيستولوجي ان الجسم يفضل حاجه اسمها تي وير اند تير او تير اند وير يعني ايه؟ يعني ايه؟ هدم وبناء يعني الخليه دي تموت يطلع واحده مكانها مثلا مثال الجلد تي ستراتيفايد سكواموس ام سي ستراتيفايد
استراتيفايد سكوامس انسيليا سكوامس يعني ماشي استراتيفايد سكوامس انسيليا يا عم خلاص قولها زي ما تقول استراتيفايد يعني كذا طبقه لا مش مخطط يعني كذا طبقه استراتيفايد يعني كذا طبقه ليه بقى ماشي يا عالم استراتيفايد يعني خمس طبقات مثلا الطبقه دي اللي بتوع نصنع واحده مكانها مين اللي حصلنا اعلى في واحده يا بل يبقى هو بيعمل سينثيسيس او ريجينيريشن للدمج دي تيشو بص تو مينتين ذا بودي ماس كونستنت تو مينتين ذا بودي ماس كونستنت معناها لو ما فيش جروس هرمون كان هيحصل فين يعني هدم من غير ريجينيريشن يبقى كل يوم انا بقى قايل شويه قايل شويه قايل شويه قايل شويه لغايه ما اختفي فاهمين ولا لا عشان ما فيش حاجه بتصنع جديد يبقى ذا فانكشن اوف جروس هرمون افتر ادوليسنس از تو مينتين ذا بودي ماس انت كونستنت ذا بودي ماس كونستنت ماشي بقى يبقى ده الاكشن بتاع الجروس هرمون من اول ثاني جروس هرمون يبقى كلمتين لو اتكلمت لو سنه ثاني همشيكم خلاص انا اتكلمش تاني ماشي يا سلام جروس هرمون كلمتين يبقى له اكشنين الاكشن الاولاني بالاسم الاولاني يبقى اسمه انتكشن اوف جروس انتكشن اوف جروس كام حاجه حاجتين سوفت تيشو اند وود سوفت تيشو كام حاجه ثلاثه سكين اند سوفت تيشو ماسل اند اس خلاص البون حاجتين يا اما هوريزونتال يا اما لونجيتال اثنين ميتابوليك افكت انا بقول لك ولا كتابوليك انا بقول لايبوليس بروليفوجينيز ويزود البلد جلوكوز ليفل ليه ربنا زود الفري ليفل اوف امينو اسيد الفري ليفل اوف فاتي اسيد والفري ليفل اوف جلوكوز علشان يستخدموا از اسورس اوف انرجي ويعملوا ايه في البروتين؟ سبير البروتين عشان يستخدم فيه الجلوكوز عشان يستخدم في ايه؟ الجلوكوز طيب عايزين بقى نعرف حاجه اسمها كنترول اوف جروس هرمون ده سؤال تاني سؤال اسمه كنترول اوف جروس هرمون تاني سؤال اسمه كنترول اوف جروس هرمون ادي الهايبوثالامس وادي البيتيتري جلاند ركز كده الهايبوثالامس بيطلع جروس هرمون جروس هرمون ريليزنج هرمون لو سمحت اللي عايز يتكلم يروح وقلنا ده هو واخوه اللي هو البرولاكتين لهم انهبيتور الاثنين اللي لازقين في بعض اللي هي ماما سوما هما الاثنين اسيدوفيل وهما الاثنين لهم انهبيتور الباقي ملهوش الباقي ريليز بس شاطر يا رب يبقى جروس هرمون انهبيتنج هرمون مركزين يبقى لو طلع من الهايبوثالامس جروس هرمون ريليزنج هرمون يروح على السوماتوتروب ولا ما هيروحش يروح اما يروح على السوماتوتروب خلي بالك اهي هيبقى فيها الهرمون مصنع جواها بيصنع ويخزن في جرانيوليتد فيزيكال جرانيوليتد ايه؟ فيزيكال لغايه ما نعوز طيب اما ده يروح كده يقوم يعمل استيميليشن لمين؟ للخلايا دي اللي اسمها سوماتو ترو تقوم تطلع لمين؟ الجروس هرمون حلو؟ ركز بقى عشان عايز اقول كلمه كده الجروس هرمون ده هو اللي هيعمل الاكشن مش هو ده بقى طلع الجروس هرمون هيروح على مين؟ على التارجت سيلز هاز نو تارجت سيلز يبقى هيروح على السيلز اللي اوفر ذا بودي ويعمل الاكشن بتاعه صح؟ قال لك لا ده باشا باشا ابن باشا والباشا ابن الباشا ما بيعملش حاجه بايديه صح ولا لا؟ سيف مرسل
أمار أنا عايز عدة سجاير. روح يلا أنت عدة سجاير. عايزة روح يلا أنت المثل. عايز اروح اضرب فلان روح اضرب ده يبقى في ايه في ايه بين ومن الحاجه اللي عايز احلها وصيت اسمه ايه وصيت يعني ايه وصيت بالانجلش ميديتور صح ميديتور لمين للجروس هرمون طب جروس يعني ايه سمات مش جروس هرمون يعني سمات وترول يعني يبقى يقول عليها ايه بقى في حاجة هتطلع الجروس هرمون لما يطلع بص يلا يروح على حاجة اسمها ليفر ويروح على حاجة اسمها ايه؟ ليفر ويروح على حاجة اسمها كورويدال بليكسس اللي موجودة في البريد مش مهم على المننجيز يعني على المننجيز عارفين المننجيز؟ ويروح على المننجيز خلاص؟ المهم يعني هيروح على المننجيز ويروح على الليفر يا عم اسمع بقى يطلع حاجة يا ولد اسمها سومات سومات يعني مين سومات يعني مين جروس هرمون ميدينز يعني بقى ميدينز ميدينز يعني ميديتور يعني وسائط كويس اما دول يبصوا على السومات وميدينز دي خلي بالك خلي بالك لوها عباره عن بولي بالفرد يعني بروتين خلي بالك وتشبه في تركيبها يبقى ريزيمبل ان اتس استراكشر تو انسولين شبهها بمين في الاستراكشر في الانسولين فاظن يسموها قالوا نسميها ايه يعني مثلا نقول الواد ده شبه ايه نانس عزرا المهم شبه حمادة عمال المهم وانا مش عارف اسمه خلاص بقى يا جماعه طيب خلاص فاقول عليه انا مش عارف اسمه اقول الواد اللي شارح حمادة امام هو كده خلاص بس يا اهبل انت يعني مثلا انا مش عارف اسمه فاقول الواد اللي شبه فلان الفلان بس سمعته بالجينز دي انا مش عارفها فاقول عليها اللي هي شبه مين الانسولين مش هي في التركيب هي في التركيب اهي شبه الانسولين يبقى هقول الواد اللي شبه الانسولين في التركيب يقول عليه بقى انسولين لايك جروس فاكتور يقول عليه بقى انسولين لايك جروس فاكتور يعني السوماتوريدين اللي شبه الانسولين هي اللي هتعمل الاكشن بتاع الجروس مكان الجروس هرمون يعني الجروس هرمون بقى لما يجي يعمل الاكشن بتاعه هيروح يطلع السوماتو ايه ميدين السوماتوريدين بقى هي اللي تروح على الاوفر ذا بودي وتعمل الاكشن بتاعها يبقى يقول على انسولين لايك جروس فاكتور يبقى السوماتوريدين اسمها ايه انسولين لايك جروس فاكتور يبقى كان الجروس هرمون بيعمل الاكشن بتاعه عن طريق مين السوماتوميدين يبقى السوماتوميدين هي الاكشوال جروس فاكتور هي اللي بتعمل الاكشن الحقيقي انما الجروس هرمون بس هو اللي يحفزها يعملها ستيموليشن اطلع يا سوماتوميدين يبقى الجروس هرمون ما بيعملش اكشن على الخليه انما بيطلع مين السوماتوميدين ويقول لها يا سوماتوريدين روح اعمل الاكشن اللي انا عايزه يبقى يقول عليها انسولين لايك جروس فاكتور في منها نوعين انسولين لايك جروس فاكتور 1 وانسولين لايك جروس فاكتور 2 انسولين لايك جروس فاكتور 1 وانسولين لايك جروس فاكتور 2 اسمع اما اكون انا ام حامل يبقى احنا كام 2 يبقى اسمها انسولين لايك جروس فاكتور 2 واحد ليا وواحد للوالد طب وليه بقيت انا لوحدي يبقى اسمها انسولين لايف جروس فاكتور 1 الفيتس عندما يكون نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم 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 كان حاجه صغيره كده وفي الشهر السابع او التاسع مثلا بقى كيلو ونص مثلا او 2 كيلو مثلا يعني
عايز اقول ان في جروس هنا حسن وهو في بطن الام. من المسؤول عن الجروس؟ والواد لسه التتر بتاعته لسه ما نضجتش، يعني مش بتطلع جروس هرمون. مين المسؤول عن نمو الفيتاس؟ السرلايف جروس فاكتور 2. انما احنا كقدر من بعد الولاده، يعني مش كقدر، من بعد ما نتولد، من يوم ما نتولد يشتغل عندنا الانسر جروس السرلايف جروس فاكتور 1. يبقى 2 واحنا بطن امنا، يعني في الفيتاس. طب وان بعد الولاده يبقى انسول لايف جروس فاكتور 2 في 4 بيرث. بتاع دكتور بتاعهم انسول لايف جروس فاكتور اكثر بيرث اكثر بيرث. طيب اما يجي الجروس هرمون يشتغل، اما يجي الجروس هرمون يشتغل قال لك هيعمل الاكشن بتاعه عن طريق السوماتوميدين. السوماتو ايه؟ ميدين. There are four types of somatomedians. A و B و D و C و D. The most important of them, somatomedian C. The most important one, somatomedian C. At least there are four types of somatomedians. A و B و C و D. The most important one is somatomedian C. مش فاهم ايه؟ مش فاهم ايه؟ مش فاهم ايه؟ The most important one, somatomedian C. Somatomedian C is classified in two. Insulin life growth factor 1 و insulin life growth factor 2. تاني. Somatomedian عبارة عن polypeptide. هي اللي بتعمل الأكشن بتاع الجروث هرمون. هذا أول حاجة، يقول عليها بولي بيبتايد جروس فاكتور. بتطلع من الليفر وأذر تيشوز. في منها أربع أنواع A, B, C, D. The most important one سوماتوميدين C. سوماتوميدين C منها نوعين. انسولين لايف جروس فاكتور 1 وانسولين لايف جروس فاكتور 2. انسولين لايف جروس فاكتور 1 أفتر بيرث. انسولين لايف جروس فاكتور 2 بيفور بيرث. فهمتني يا محمود؟ طيب. طيب اما يجي الاكشن بقى الجروس هرمون يعمل الاكشن بتاعه، يا اما يعمل الاكشن بتاعه بنفس يروح على الخلايا، وده مينيمال افكت. مينيمال افكت اسمع، وشورت تايم افكت، يعني لفتره بسيطه. انما لما نكون عايزين نعمل الاكشن برولونج يبقى نشتغل عن طريق مين؟ السوماتوميدين. فاهمين ولا لا؟ هو بيعمل حاجتين اتنين بس دايركت. الحاجه الاولى ان هو يزود البلاد جلوكوز ليفل، يزود البلاد جلوكوز ليفل ويعمل لايبوليسيس. ويعمل ايه؟ لايبوليسيس. خلي بالكم ما تبصوا على دول، الحاجتين دول هتلاقيهم عكس الانسولين، عكس الاكشن بتاع الانسولين. هو شبهه في التركيب، هو شبهه في التركيب، انما في الفانكشن عكسه. عكسه في تو فانكشنز اللي هي اللايبوليسيس وانكريز البلوكوز. يبقى اقول لك دي عكس دي معناها عكس الانسولين، عكس مين؟ الانسولين. وان شاء الله لما نيجي ناخد الادرينال كورتكس هلاقي ان الكورتيزون بيعمل الاثنين دول. الكورتيزون بيعمل الاثنين دول، هيقول لك ايه؟ وزي يعني لايك كورتيكوستيرويد او كورتيزون. يبقى الجروس هرمون بيعمل تو اكشنز عكس الانسولين، وهما التو اكشن دول، التو اكشن دول زي الكورتيكوستيرويد. لما اجي ناخدها فيقول لك دول سيميلر تو اكشن اوف انسولين، اللي هو يزود اللايبوليسيس ويزود البلاد جلوكوز ليفل. فاهميني؟ يبقى دول انتي انسولين بس في فانكشن. هو مش عايز بس تلخبطوا بين التركيب والوظيفه. هو الجروس هرمون شبهه في التركيب، ما فيش مشكله، اللي هو السوماتوجينز يعني. انما الانسولين اما يجي يشتغل في الفانكشن عكسين. خلاص؟ نيجي بقى للسوماتوميدين. السوماتوميدين بيعمل اهم حاجتين يعملهم، ان هو يعمل كوندروجينيس، ده اهم حاجه. اسبان دي اهم حاجه في الجروس هرمون، ان هو يزود البول. فاهمين ولا لا؟ تاني حاجه ان هو يعمل سيل بروليفريشن.
يعني ايه كلمه سيل بروليفريشن؟ هو انا وانا مولود كنت خليه، والخليه تبقى 2 والاثنين تبقى 4 8 6 10 ملايين الى ملايين الملايين، يبقى اسمها سيل بروليفريشن. سيل ايه؟ بروليفريشن. ويزود او يعمل بروتين انابوليزم، ويعمل بروتين ايه؟ انابوليزم. خلاص هو ده السوفت تيشو وهو ده الجون، يعني كان هو ده الاكشن بتاع الجروس هرمون. ايه يعني؟ عمل شويه طاقه، يبقى ده الاكشن اللي مش مهم اتعمل بالجروس هرمون دايركت دي. انما الاكشن الاساسي اللي هو اساس، ما هو ده السوفت تيشو، يالا ده السوفت تيشو ده الجون، يبقى ده الاكشن بتاع مين؟ الاكشن المين اكشن بتاع الجروس هرمون جه عن طريق السوماتو ايه؟ ميدين، مش عن طريق الدايركت افكت. يبقى الجروس هرمون له دايركت اكشن وله اندايركت اكشن. الاندايركت اكشن هو الاهم، وليس جه عن طريق مين؟ السوماتومدين. والاكشن بتاع بص السوماتومدين از برولونج زان ذا دايركت اكشن بتاع الجروس هرمون. يبقى ذا اكشن اوف جروس هرمون فيا يعني عن طريق السوماتومدين از برولونج زان ذا دايركت اكشن اوف جروس هرمون. يبقى الاكشن بتاع الجروس هرمون دي مهمه ام اس كيو، ذا اكشن اوف جروس هرمون باي او فايا او ميدييتد باي سوماتو ميدين از برولونج ذان ذا اكشن او ذا دايركت اكشن اوف جروس هرمون. ده مهم، الاثنين دول مهمين. يعني يقول لك ايه الفرق بين الاكشن بتاع الجروس هرمون دايركت والاكشن بتاع الجروس هرمون عن طريق السوماتو ميدين؟ عن طريق السوماتو مديون مديد از مور برولونجد، از مور برولونجد. طيب نيجي بقى للكنترول. يا عم هي دي حاجه في الكتاب، في الكتاب والله في الكتاب يا عم، احلف لك بطاقه في الكتاب. طيب هاخد الكنترول ونمشي عشان نقف على الديزيز. استنى بقى، حته صغيره. ايه بقى الحاجات اللي تزود الجروس هرمون وايه الحاجات اللي تقلل الجروس هرمون؟ بس هنفرض الحاجات اللي تزود وهي عكسها تبقى الحاجات اللي تقلل. بس طب بص هنا كده، هو احنا كنا بنزود الامينو اسيد ليفل ولا ما بنزودهاش؟ طب والفري فاتي اسيد ليفل بيزيد، طب والبلاد جلوكوز ليفل بيزيد. طب بص بص عشان تفهم من غير ما تذاكر عشان الام سي كيو، يا بص انا محمد تحفظوا خلاص؟ ايه رايكم لو زاد الفري ليفل اوف فاتي اسيد ازود الجروس هرمون؟ ازوده تاني؟ يعني اما الفري فاتي اسيد يزيد ازود الجروس هرمون ولا اقلله؟ طبعا عشان ده هو زاد اهي. طب لو زاد البلاد جلوكوز اقلله طبعا ولا ايه؟ طب بص بقى، يبقى اللي بيزيد اما يقل البلاد جلوكوز ليفل، اما يقل الفري فاتي اسيد صح؟ معايا مش معايا؟ في سبيشال بروتين بقى ماكله يزيد الجروس هرمون، زي مين؟ زي الارجينين. تسمعوا عن الارجينين؟ يبقى دي ثلاثة. بص بقى، تسمعون في الأرياف أو في بعض الناس يعني يقول لك إيه؟ يا ولد يقول لك إيه؟ يقول لك سيب الواد ينام عشان يكبر. ايوه صح ولا لا؟ هم مش عارفين، او احنا بنضحك عليهم، او هم مش عارفين الميكانيزم في اكشن. بس المعلومه صح، المعلومه صح فعلا، النوم بيزود الجروس هرمون اول ساعات، يبقى دورنج سليب اول ساعات النوم صح، اللي هي ايرلي ايرلي اورز اوف، يعني اول ما يدخل في النوم، اول ما يدخل في النوم يوم الجروس هرمون يزيد، الجروس هرمون يزيد. يبقى فعلا لما الواحد ينام يكبر. احنا بقى بنتخيل بقى ان احنا كان لنا خيار واخد هرمونات نسيبه يصبح، لا مش كده، هو العيل لما بينام بيزيد عنده الجروس هرمون، يشتغل الجروس هرمون يقوم العيل يكبر، بس مش هيكبر يعني ينام ويصحى تلاقيه كبير، لا يعني على اللونج ران، على مستوى الايام، ايوه على المدى البعيد. يبقى هنا ديورنج سليب، يبقى هنا ديورنج ايه؟ ارجنت امينو اسيد يعني. ايوه هو امينو اسيد بروتين، اي حاجه بروتين، لحمه
دكتور السليمنج بيعمل ايه عشان يزود الوزن؟ هناخد السليم ان شاء الله باخد سالف السينس، هناخد التفصيل والاستيج بتاعته والزر ورسم المخ بتاعه وكل حاجه درسين ان شاء الله. هو ما يبقى عندي اوبيزيتي اوبيزيتي يبقى الفري ليفل وفات اسيد زاد ولا قليل؟ يبقى يقل ولا يزيد؟ طب ما يبقى عندي ايجنج ايجنج يعني ايه؟ تقدم الغمضه. يبقى اللي كل حاجه ايه؟ قلت. يبقى البروس هرمون قل هو كمان فاهمين ولا لا؟ طيب اما يبقى عندي تستوستيرون وعندي استروجين وبروجسترون يزودوا البروس هرمون ولا يقللوا؟ يزودوه، ده دول بنائين. انما بص لما نيجي ناخد الكورتيزون هقول لك ايه؟ افتكر بس الكلمه دي. الكورتيزون يكسر جسم الانسان لحما وجلدا وعظما. الكورتيزون بيعمل ايه بقى؟ يكسر جسم الانسان لحما وجلدا وعظما. يبقى لما نيجي ناخده بقى ان شاء الله هقول لك ان الكورتيزون بيقلل اي حاجه. يقلل اي حاطه من جسم الانسان يعني يكسره يعني ايه من الكاتابوليزم يعني هناخده بقى المره الجايه او لما نيجي نقفل يعني. يبقى عايز اقول من ضمن الحاجات اللي تقلل الجروس هرمون الكورتيكوستيرويد. الكورتيكو ايه؟ يبقى الحاجات اللي تزود ديكريز بلاد جلوكوز ليفل، ديكريز الفاتي اسيد، الارجينين، السليم، الجلوكاجون والاستروجين والبروجستيرون. انت فاهمين ولا لا؟ الحاجات اللي تقلله بقى العكس، اما يزيد البلد جلوكوز ليفل، اما يزيد الفري فاتي اسيد، مكان الارجينين هتحط الجروب كورتيكويد، مكان السليم هتحط الايجي وهكذا. يبقى هم الحاجات اللي بتقلل هي الحاجات اللي ايه؟ طيب انت مستعجل ليه؟ الساعة كام؟ خدنا ساعتين. هناخد بس الفيدباك بسرعة. خدنا ساعتين وثلاث دقايق. خلاص يعني؟ لا أربع ساعات النهارده.